بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة النهاردة كلام كتير جدا فيما يخص محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، وأعتقد جريدة الوطن هي اللي انفردت بناء على كلامهم طبعا، هم انفردوا بعقد محمد الشناوي على صفحات جريدة الوطن. وبالتالي خلينا نتكلم في هذا الموضوع، لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ طيب، على افتراض أن هذا العقد هو عقد صحيح وهي على عهدة الجريدة نفسها أو الموقع الوطن اللي هو بيقول أن هذا الجريدة أو هذا العقد هو عقد صحيح 100% من وجهة نظر جريدة الوطن أو موقع الوطن، وبالتالي لماذا الآن؟ السؤال دلوقتي هو العقد ده، حتى لو على افتراض احنا هنفترض في البداية أن هذا العقد هو عقد صحيح، خلاص؟ هنفترض كده. طيب، هو ليه محمد الشناوي دلوقتي ولماذا كل اللاعبين المهمين في النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة بيتعرضوا لحملات من بعض المواقع المهمة في مصر؟ وأنا هنا مش بتكلم على محمد الشناوي فقط، ولكن أنا بتكلم على اللي حصل أو اللي بيحصل خلال الفترة الأخيرة. بيتعرض البعض، ده عقد ما بيني وما بين النادي بتاعي، ايه المفترض، ليه المفترض ان كل مصر تعرف هذا العقد؟ دي حاجه تخص العقد ما بين النادي وما بين اللاعب، فليه مصر كلها لازم تعرف هذا العقد؟ طيب، وعلى افتراض ان العقد ده صحيح، ايه المشكله لما محمد الشناوي بياخد مبلغ 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه زي ما هو مكتوب يعني؟ فالحقيقه انا بالنسبه لي لما اجي اتكلم في هذا الامر بشوف انه امر طبيعي جدا، واللي بيحصل في هذا الامر من تسريب بعض عقود اللاعبين زي ما حصل قبل كده في بعض الأندية الأخرى، أنا بشوفه يعني شيء كل واحد حر وكل واحد بتوصله هذه الأخبار من مصادره، ولكن في النهاية ده عقد ما بين لاعب والنادي، واتحاد كرة القدم هو الطرف الثالث لهذا اللاعب أو لهذا العقد. فليه من المفترض أن مصر كلها تعرف هذا العقد ليه؟ عموما هي ما عنديش مشكلة، يعني أنا مش شايف إن في مشكلة في هذا الأمر ولازم الأمر ده يعدي. خدوا بال حضراتكم، هو محمد الشناوي هو حارس مرمى النادي الأهلي وحارس مرمى منتخبنا الوطني اللي هيلعب بكرة مباراة ودية، واللي هيلعب إن شاء الله الأسبوع القادم مباراة أمام ليبيا، أو يعني يوم 8/10 و11/10 هيلعب ضد منتخب ليبيا إن شاء الله، لو ربنا يبعد عنه الإصابات ويبعد عنه كل شيء وحش، هيلعب هاتين المباراتين في تصفيات كأس العالم، المباراتين اللي هيتوقف عليهم حاجات كتيرة جدا خلال المرحلة القادمة. فالحقيقة أنا بالنسبة لي هو التوقيت، لكن طبعا كل واحد من حقه أنه هو يجتهد، وكل واحد من حقه أنه هو يرى ما يرى مناسبا بالنسبة لموقعه أو جريدته أو كذا أو كذا، لكن في النهاية محمد الشناوي زي ما قلت لحضراتكم هو واحد من أفضل اللاعبين في مصر خلال هذه الفترة، واحد من اللاعبين الكبار اللي موجودين سواء في النادي الأهلي أو في منتخبنا الوطني، له أدوار كبيرة جدا مع النادي الأهلي ومع المنتخب الوطني في الفوز بكل البطولات اللي فاز بيها النادي الأهلي وفاز بيها أو وصل لها منتخبنا الوطني خلال الفترة الأخيرة. وزي ما حضراتكم شايفين محمد دايما الحقيقة من اللعيبة اللي بتركز فقط في الملعب، ما عندوش أي مشكلة تانية يقدر أو ما عندوش أي شيء آخر بيفكر فيه، هو دايما محمد بيفكر في الملعب فقط، علشان كده تطور مستواه خلال الأربع أو خمس سنين اللي فاتوا بشكل كبير جدا جدا جدا. فأنا الحقيقة حبيت إن أنا ألقي الضوء بس على هذا الأمر، علشان أنا شايف اللي عايز يكتب حاجة يكتبها واللي عايز يقول حاجة يقولها، لأنه من حق كل واحد إن هو على حسب مصادره يشوف اللي من وجهة نظره بيستفيد منه كموقع أو كجريدة. لكن أنا كمشجع للنادي الأهلي بشوف أن التوقيتات بس هي اللي دايما بتختلف. ليه دلوقتي وإحنا داخلين على مباراة مهمة؟ أنا ما بتكلمش عن النادي الأهلي بقى دلوقتي كمان، أنا بتكلم على منتخب مصر، إحنا داخلين على ارتباطات مهمة جدا، ولكن خلي بال حضراتكم محمد الشناوي دايما دايما ما بيفكرش غير في شيء واحد بس اللي حضراتكم شايفينه ده، اللي هو المستطيل الأخضر بس، ما بيفكرش في أمور أي أمور أخرى، لانه لما تيجي حضرتك تبص للامر من الوضع اللي عايز يوصلك ليه الموقع نفسه، هتلاقي كل واحد بياخده بتفكيره. ممكن واحد يشوف ان انت كده بتسخن محمد الشناوي، ان انت بتعمل كذا، ان انت بتعمل كذا، لكن في النهايه مفيش اي مشكله، هو موضوعه بيعدي زيه زي اي موضوع. طيب،
الحقيقة ما بين استعدادات النادي الأهلي خلال هذه الفترة واستعدادات منتخبنا الوطني والتحضير لمواجهة منتخب ليبيا أيضا في مباريات في الكرة الأوروبية، الدنيا مشتعلة جدا في دوري أبطال أوروبا ومحمد صلاح بيواصل التألق. الحقيقة النهاردة هيكون معنا واحد من النجوم الكبار، الحقيقة من نجوم التحليل الكبار في الوطن العربي مش في مصر بس، الحقيقة النجم الكبير كابتن خالد بيومي هيكون معايا على التليفون. هو معايا على التليفون بالفعل. يا كابتن خالد ازاي حضرتك؟ الو الو يا كابتن خالد. مساء الخير يا كابتن اسلام، ازيك؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. اولا انت وحشنا جدا. متاخر. ربنا يخليك، ببارك لك. متاخر ما جاتش على الطبيعه وما تواجدي بره البلد، فمعلش مبروك متاخر. ربنا يعينك يا كابتن، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. ده يعني شرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهوا وتشرح لنا، او هنسالك بعض الاسئله تقول لنا رؤيتك وتحليلك لهذه الامور، فمبسوط جدا ان حضرتك معانا. ربنا يخليك كابتن اسلام، بالتوفيق وتحياتي ليك ولكل مشاهدين البيت الكبير. ربنا يخليك يا كابتن. اولا خليني ابدا مع حضرتك، ويعني ابدا بكارلوس كيروش ورأيك في اختيار كارلوس كيروش كمدير فني لمنتخبنا الوطني في هذه الفترة. والله طبعا اختيار موفق جدا جدا، يعني مش كارلوس كيروش لوحده، كل الجهاز المعاون كمان. يعني المرة الأولى إن احنا ما بنعملش توازنات ما بين أهلي وزمالك أو زمالك وأهلي في الأجهزة الفنية، وأنا شايف إن ده أمر صحي جدا جدا. يعني إذا كان الجهاز المعاون كله من الزمالك أو الجهاز المعاون كله من الأهلي أو من الإسماعيلي أو من أي نادي آخر يعني. انما الاختيار بتاع كارلوس كيروش وجهه نظري اختيار موفق جدا، جاي في وقت قصير، مدرب عنده شخصيه، مدرب قوي، مدرب امكانياته الفنيه عنده تاريخ وعنده سي في كبير جدا جدا. طبعا الاختيارات بتاعت القائمه مش كلها بتاعت او مش بتاعت كارلوس كيروش، ممكن يكون هو عارف بعض اللعيبه المحترفين، ولكن طبعا الجهاز المعاون كان له دور كبير جدا في اختيار القائمه. انا كل ما اتمناه هو مش الوصول لكاس العالم او تصفيات كاس الامم الافريقيه ان احنا نلعب فيها ونعمل نوصل سيمي فاينل او فاينل. اتمنى يكون في بلان لكارلوس كيروش كمدير فني كبير نشتغل عليه لمده سنتين ثلاثه او اربع سنين، نبني منتخب جديد للكره المصريه زي ما هو موجود بالنسبه للكره الجزائريه مع جمال بالماضي، مع اتحاد كره قوي جدا، مع قطاعات سنيه من افضل ما يمكن، مع منتخب محليين رائع. أيوة. لازم نرجع فكره منتخب محلينا، وبالتالي كارلوس كيروش لازم يكون عنده بلان. انا مش هفرح لما كارلوس كيروش يكسب لي ماتشين ليبيا ونوصل فيهم. معلش يا كابتن انا هقاطعك في النقطه دي لان نقطه مهمه جدا. انا وقت قريب جدا، وحضرتك نجم كبير وعارف هذا الكلام، وقت قليل جدا ان انت تجيب خبير اجنبي على الرغم من اشاده الجميع بوجود كارلوس كيروش، ولكن الوقت قريب جدا. هل لو لا قدر الله حصل حاجه، وده طبعا لان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام محترم جدا، لانه بالظبط وارد جدا في كره القدم ان المباراتين القادمتين الراجل جاي ما بقالوش اقل من شهر وبيفكر ازاي يكسب ليبيا، فلو لا قدر الله حصل حاجه، يبقى هل حضرتك مع ان هو يكمل بشكل اعتيادي يعني او بشكل طبعا مستمر؟ طبعا يعني انا مع فكره الاستمراريه بالنسبه لاي جهاز فني، مع فكره الاستقرار بالنسبه للاجهزه الفنيه. عندنا امثله كتير جدا على مستوى الوطن العربي والعالم، يعني احنا بنتكلم عن النادي الاهلي كاستقرار فني موجود، نختلف ونتفق على بعض الاسماء، لكن في استقرار فني ده بيدي مزيد من القوه ومزيد كمان من الاستقرار او الثبات العناصر اللي موجوده بالنسبه للانديه وللمنتخبات. انا مع فكره تواجد كارلوس كيروش نتيجه سلبيه ما ترضيش الجمهور المصري، ولكن انا مع بقائه واستمراره، وزي ما قلت لك لازم يكون في بلان معمول بالنسبه للكره المصريه كمان للمنتخبات تحديدا، ولا تقتصر فقط على المنتخب الكبير. دعنا من اختيار الكابتن شاوي دي يعني نتكلم فيها بعدين يعني مع بعض بره الهواء. انما طبعا الفكره كلها اتمنى ان يكون نافين جابر له دور في عمليه اختيار العناصر السنيه وكمان المراحل بالنسبه للمنتخبات. لازم كارلوس كيروش كمان يكون متواجد في مصر اكثر، كان موجود في بعض الظروف هتقابلنا، منها ان احنا ما عندناش دوري، مباراتين بس اللي تلعبوا، معظم العناصر الفنيه مش جاهزه في الوقت الحالي. اللي جاهز بالنسبه لك هو اللاعبين المحترفين فقط لا غير، ودي مش شماعه لان احنا كان ايام الكابتن حسام البدري بنتكلم على الجهاز. ففي الوقت الحالي مش عاوز الجهاز المعاون يطلع يتكلم ويقول لك اصل احنا ما عندناش استمراريه مباريات في التوقيت الحالي، وبالتالي انا مع استقرار واستمرار كارلوس كيروش لا قدر الله في حاله اي نتيجه سلبيه لمصلحه الكره المصريه، ونبتعد عن الشماعات ونبتعد كمان عن
الامور اللي بنعلق عليها النتائج اذا كانت سلبيه او ايجابيه. طب كيف يمكن ان ينجح في مباراه ليبيا يا كابتن تحديدا؟ لانه انا برضو بشوف ان الوقت قريب جدا جدا جدا، وحتى لو كان الراجل ده راجل عبقري زي ما السي في بتاعه بيقول، وزي ما هو واضح جدا من تجاربه الكتيره خلال الفتره الاخيره، ولكن برضو ازاي ينجح في ماتش زي ماتش ليبيا؟ هتيجي اولا بتعاون الجهاز المعاون بشكل أيوة. جدا، لانهم أيوة. هيكون الاكثر حرصا وكفاءه على شكل اللعيبه اللي ممكن يكونوا في مباراه ليبيا، وهو كل مباراه داخليه غير المباراه الخارجيه، وانت لعيب كوره كبير وعارف طبعا دي مباراه مختلفه خالص، وبالتالي اختيار افضل العناصر والاجهز دي رقم واحد، وهيبقى دور الجهاز المعاون مع الكوتشنج اللي هيعمله كارلوس كوريش اثناء المباراه، ومتابعه تاني حاجه متابعه المنتخب الليبي بشكل جيد جدا جدا جدا. عندهم بعض العناصر الجيده، ولكن عندهم بعض المشاكل في خط الدفاع في نص الملعب ممكن تكون في صالح المنتخب المصري. ثلاثه، ودي النقطه الاهم، هي الحاله النفسيه التي سيكون عليها اللاعبين المحترفين وخصوصا محمد صلاح، لان محمد صلاح في الفترات اللي فاتت لم يكن يلعب بشكل نفسي مرتاح. وبالتالي على كارلوس كروش وعلى الجهاز المعاون الذي اختير بعنايه، لان ضياء السيد من المدربين المقربين الى مجموعه العناصر اللي كانت موجوده معاه قبل كده في كاس العالم في كولومبيا. النقطه الثانيه ان محمد شوقي كان موجود مع المنتخب الاولمبي، همزه الوصل ما بين المنتخب الاولمبي، صح صح، وبالتالي المجموعه دي لازم يكون عليها دور كبير جدا. ومع ذلك انا بتكلم على الحاله النفسيه لمجموعه لعيبه تقدر تشيلك وتقدر تتعامل معاك في المباراه الاولى تحديدا. اذا عديت المباراه الاولى بشكل جيد وباداء ممكن نقول 40-50% بس النتيجه ايجابيه، ده ممكن يدي نوع من انواع الاستقرار النفسي والمعنوي للجهاز انه يشتغل براحه شديده جدا في المباراه الثانيه. المباراتين قريبين ولكن الثلاث اسباب دول مهمين جدا جدا يا كابتن اسلام. طيب محمد صلاح، بما انك جبت سيره محمد صلاح، محمد صلاح وارقامه القياسيه الجديده الحقيقه، واقترابه من تحطيم الارقام الافارقه في البريمير ليج وفي البطولات الكبرى، حضرتك شايف اللي بيعمله محمد صلاح ده ازاي؟ هو ما عادش مفاجاه بالنسبه لنا. احنا ليه بنتفاجئ احنا كمصريين ان احنا عندنا لعيب من احسن لعيبه العالم في الوقت الحالي؟ ما ينقص محمد صلاح هو الفوز، هو الـ الوجود على الستيج كافضل لاعب في العالم. مظبوط. محمد صلاح طبعا يعني الهاله الاعلاميه اللي موجوده لبعض اللاعبين الكبار زي ليونيل ميسي، مع احترامي وتقديري من طبعا من اللعيبه الابزاز اللي موجود في التاريخ من اخر 20 سنه، ونفس الموضوع كريستيانو رونالدو، المنافسه الكبيره جدا، ولكن السبونسرز ووكلاء اللاعبين اللي متواجدين بالنسبه للاثنين والانديه اللي بيلعبوا فيها كان لها دور كبير جدا. وبالتالي ما ينقص محمد صلاح في التوقيت الحالي انا ما عادش بفوز بالارقام القياسيه، يعني محمد حقق كل الارقام القياسيه وعلى مقربه كبيره جدا من ديدي دروبا، واحد من اللاعبين الابزاز بالنسبه للكره الافريقيه على مستوى اوروبا. كل ما انتظره من محمد صلاح هو ان يكون افضل لاعب في العالم او افضل لاعب في اوروبا على الستيج، وهذا مش بعيد يعني، ده حاجه قريبه جدا جدا، بس احنا علينا كمصريين ان احنا نصدق، علينا كمصريين عندما يخفر محمد صلاح مباراه مع المنتخب المصري ما نتعلقوش السكاكين، ان مهما كان ده لعيب كبير ووارد ان يكون في يوم او مش في يومه، ولكن انا بالنسبه لي مش مفاجئ يعني محمد صلاح اللي بيعمله. انا كنت على مقربه كبيره جدا من محمد صلاح لما كان في روما، وكنت بتكلم مع احد الاصدقاء لان لوشانو سباليتي مدير فريق روما في التوقيت ده كان يعني هو صديق شخصي ليا. ايوه. وكنت اعلم التعامل مع محمد صلاح ازاي. وواحد من الاسباب الرئيسيه اللي طورت شكل محمد صلاح على المستوى التكنيكي، وده خلى محمد صلاح احد من افضل لعيبه في العالم في الوقت الحالي، فبالتالي المفاجاه بالنسبه لي ان مش محمد صلاح بيعمل الارقام القياسيه، انا اتمنى انه يكون على الستيج، واتمنى كمان انه يكون في اقرب فرصه. ويكون نادي ليفربول عليه دور كبير جدا، لان برشلونه في اوقات كبيرة قبل الحقيقه ما اروح لنادي ليفربول يا كابتن، انت انا عارف الموضوع ده كويس، ان انت كنت واحد من اهم العوامل الرئيسيه في نجاح محمد صلاح في ايطاليا بسبب قعدتك وقعدتك الكتيره مع محمد، وان انت عارف حاجات كتيره جدا في الدوري الايطالي واصدقاء كثيره جدا في الدوري الايطالي، ودي كانت البدايه اعتقد في التالق الكبير والشديد لمحمد صلاح. اول الحمد لله طبعا محمد صلاح شخص دمس الخلق، شخص بيسمع لناس كتير جدا، بيتكلم مع ناس كتير جدا، بيطور من نفسه، النجاح بتاع ربنا في المقام الاول طبعا، النجاح بتاع محمد صلاح في المرحله الثانيه، لان هو اللي حاول يطور بنفسه، هو اللي حاول يسمع كلام المدربين واشتغل على نفسه كويس جدا بعد التدريب وبعد المباريات، وده نجحه انه يكون بالشكل دوت. بس النقطه الاخيره بالنسبه لان هو يكون على الستيج،
اتمنى يكون ليفربول دور، لان ريال مدريد صح كان يتحكم في وقت من الاوقات في الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي، وبالتالي كنا بنشوف لعيبه بتكسب افضل لاعب في العالم وهي ما كانتش الافضل. مظبوط بالظبط، بان الالقاب لها دور كبير جدا، فاتمنى يكون ليفربول دور كبير جدا، والوكيل بتاع صلاح يكون له دور كبير داخل الاتحاد الدولي وداخل الاتحاد الاوروبي لمصلحه صلاح ولمصلحه الكره المصريه. قرار كارلوس كيروش بمنح محمد صلاح الشاره طول ما هو موجود، ايه رايك في هذا القرار، ولا حضرتك مع الاقدميه؟ والله انا بالنسبه لي ده اخر اهتماماتي يا كابتن، يعني انت راجل لعيب كوره وقعدت في المنتخبات وقعدت كمان مع النادي الاهلي ومع النادي الاسماعيلي وانديه كثيره جدا جدا لعبت فيها، انما الفكره كلها انا مع الاكثر اداره او الاكثر تواجد او الاكثر تاثير على اللعيبه. مين الاكثر تاثير في الوقت الحالي؟ هو محمد صلاح بالنسبه لكل اللاعبين، الايقونه بتاعه اللاعبين الموجودين، واي لاعب موجود في المنتخب المصري او بره المنتخب المصري بيلعب في الكره المصريه او محترف خارجي مصري يتمنى يكون بجانب محمد صلاح. ومحمد صلاح بالتالي الاكثر تاثير في التوقيت الحالي هو محمد صلاح، هو ده دوره في الفتره دي، وبالتالي اختيار كارلوس كيروش او كابتن حسام البدري او الناس اللي موجودين ان صلاح يكون هو الكابتن، اعتقد ان ده امر جيد جدا بالنسبه لينا وبالنسبه كمان للجمهور وبالنسبه للعيبه المنتخب المصري. طيب في هذه المنطقه برضو اختيار الكابتن شوقي غريب حضرتك شايفه ازاي، خصوصا ان الكابتن شوقي غريب عندما تم اعاده تعيينه مره اخرى الكلام، انا سمعت بعض التصريحات لكابتن شوقي وبيتكلم فيها عن ان هو يعني عمل كل ما هو مطلوب منه في اداره المنتخب الاولمبي، بان هو خد بطوله امم افريقيا ووصل مع المنتخب الاولمبي في الاولمبيات الاخيره الى دور الثمانيه وهو ما لم يحدث من قبل، وبالتالي فهو كان ناجحا جدا في كل ما في كل المهام اللي وكلت ليه، فايه رايك في هذا الامر؟ بالنسبة للكابتن شوقي غريب من حقه يقول الكلام ده، ان هو طبعا عمل انجاز ووصل لدور الثمانية وعمل انجاز كبير جدا مع المنتخب الاولمبي في الفوز بكاس الامم الافريقية تحت 23 سنة. أيوه. انجاز بالنسبة للكابتن شوقي غريب، ولكن الاعتراض الحقيقي اللي كان موجود من الشارع المصري والجمهور المصري والنقاد الرياضيين وكل الوسط الرياضي هو على مستوى الاداء بالنسبة للمنتخب الاولمبي في التوقيت ده في الاولمبياد. ولكن انا فكرة اختيار الكابتن شوقي، يعني اعتقد ان الكابتن شوقي الوحيد اللي معاه رخصة تدريب في مصر، ولا باقي المدربين معاهم رخصة تدريب، دي رقم واحد. اثنين، من اقال الكابتن شوقي غريب هم من تمت اقالتهم بعد كاس الامم الافريقية والخروج المهين لمصر امام جنوب افريقيا، صح؟ طبعا. وعادوا مرة ثانية لإدارة الكرة المصرية، وبالتالي ما تستغربش ان الكابتن شوقي غريب بعد اقالته يكون هو المدير الفني، لان من اقال الكابتن شوقي غريب تمت اقالته واصبح هو رئيس الاتحاد في الوقت الحالي. دايره احنا بنلف فيها، ودي طبعا رسالتي للناس اللي موجودين المسؤولين الكبار في الكره المصريه في الرياضه المصريه في الاداره المصريه كمان، ان مصر تمتلك مواهب كثيره جدا جدا، اختيار شوقي او غيره ما انا مش شايفها دي نهايه الكون، لكن على من يدير الكره المصريه ان ينظر الى جميع المدربين وان يتعامل معهم بشكل واحد. يعني الاغرب ان هم طلعوا بيقول لك ان من صدق على هذا الموضوع هو نيلي بنجادة، اعتقد انه ملوش دور لا من قريب ولا بعيد بنجادة بتعيين شوقي غريب، هم حطوا بنجادة في الوش وفي الصوره علشان يبعدوا هم عن قصه تعيين الكابتن شوقي غريب. انما للامانه هرجع تاني واقول لك من اقل شوقي هو من اقيل من اداره الكره المصريه وبعد كده تم عودته مره ثانيه يكون رئيس الاتحاد، وبالتالي ما تستبعدش ان يكون او ما تستغربش ان الكابتن شوقي غريب هو المدير الفني للمنتخب الاولمبي. طيب خلينا بقى نروح للكرة الأوروبية يا كابتن، و يعني الكرة الأوروبية وامبارح كانت خسارة كبيرة جدا ومهينة جدا لريال مدريد من أحد الفرق، شريف معرفش اسمه، أنا بقول شريف معرفش صح ولا غلط، لكن هو اسمه شريف عبد القادر صح؟ لا مش شريف عبد القادر، لا طبعا الناقد الرياضي الكبير طبعا. ف امبارح 1-0 وبعدين 1-1 ده بطل مولدوفا طبعا، 1-0 1-1 وبعدين 2-1 في الدقائق الأخيرة، أعتقد كانت خسارة قاسية جدا وغريبة جدا في نفس الوقت يا كابتن خالد. أكيد طبعا مباراة غريبة جدا، مباراة مثيرة، مباراة كمان نسب الاستحواذ فيها كانت 76% بالنسبة لريال مدريد. أيوة. وصول المرمى كتير جدا، ولكن طبعا كان في نوع من أنواع الروح العالية جدا بالنسبة لفريق شريف اللي بيلعب على قدراته وإمكانياته للمدرب بروندوف، يعني مدرب اوكراني مغمور حقق نتيجه ممتازه على نادي ريال مدريد. عاوز اقول لك ان نادي شريف مواليد 1996 97 مظبوط
ثمن لعيبته بالظبط 12 مليون يورو، ولعيبه الريال 800 مليون. هي الكره في العالم كله يا كابتن اسلام بتتغير، في افريقيا وفي مصر هي الكره ثابته عند حاجه معينه. انما للامانه طبعا الفكره ان الراجل لعب على قدر امكانياته، لعب على مستواه، لعب على الهجمه المرتده، لعب انه يوصل لمرمى ريال مدريد. تكفي ان سيبستيان تيل بقى بالاحرز الهدف في الدقيقه 89 رايح وما عندوش اي مشكله ان يعمل تسديده على مرمى الريال ويحرز هدف في الدقيقه 89، يعمل مفاجاه كبيره جدا ويتصدر مجموعه ومجموعه قويه جدا فيها نادي الانتر. هل تعلم ان نادي الانتر في 20 مباراه في دوري ابطال اوروبا كسب مباراتين وتعادل ثلاثه؟ يا نهار ابيض. تعلم ان نادي الانتر افضل خط هجوم 20 هدف في الدوري الايطالي لم يحرز هدف في اخر اربع مباريات في دوري ابطال اوروبا؟ يا نهار ابيض. هل تعلم ان مشاكل نادي الانتر، انا بكلمك عن المجموعه، مع لوشانو سبانليتي ومع انطونيو كونتي ومع سيموني انزاجي وعدم الفوز بالنسبه في دوري ابطال اوروبا، كل ده بيوريك مدى تغيير الكره على مستوى العالم. الكره ما عادتش عناصر واسماء، الكره يعني فيها امكانيات كتيره جدا، فيها روح زي اللي شفناها مع نادي الشريف، وبالتالي فرقه بتتصدر المجموعه اللي فيها ريال مدريد والانتر. لو انت سالت اي حد قبل البطوله ما تبدا يقول لك دول بره، دول بره اساسا حصلت المجموعه صح، لكن هم فاجئونا بجمل تكتيكيه في المباراه الاولى. الهدف الاولاني اللي جه في ريال مدريد جه في المباراه الاولى بنفس الشكل، بنفس الشكل اوفر وحطه بدماغه صح، وبالتالي راجل بيشتغل على الامكانيات اللي موجوده عنده. ده بيوريك ان الكوره في العالم فيها اجتهاد، فيها قرايه الخصم، فيها كمان بعض الامور اللي بعيده خالص عن الشكل اللي على العناصر. اعتقد ان ده اللي عمله شريف امبارح مع ريال مدريد في بي اس جي. رجع تعادل 0-0 مع الريال، مع الفيا ريال، وكان مستواه سيء جدا في مباراه الدوري، وبالتالي في مشكله عند ريال، وخصوصا وجهه نظري لازم كارلو انشيلوتي يراجع نفسه في خط الدفاع، لان عنده مشاكل كبيره جدا في النواحي الدفاعيه. هجوميا بيعرف يجيب جول. التطوير اللي حصل مع فينيسيوس، الناس كتير بتقول لك ان فينيسيوس السنه اللي فاتت مع زين الدين زيدان ما كانش بيشتغل، ما كانش بيجيب جول، لان الريال مع زين الدين زيدان كان بيشتغل على التحضير الكتير. مع كارلو انشيلوتي بيلعب على المساحات، بيلعب الكره القطريه لفوق على فينيسيوس، وبالتالي سرعه فينيسيوس بتخليه يوصل المرمى في اسهل وقت، وده امر جيد جدا. ولكن دفاعيا الريال محتاج كتير جدا جدا، وهيقابله مشاكل في دوري ابطال اوروبا والدوري الاسباني. طيب بالنسبه للبي اس جي امبارح وفوزه على مانشستر سيتي، وشايف ثلاثيه نيمار وميسي ومبابي، واللقطه الشهيره الحقيقه اللي كل العالم بيتكلم عنها، وجود ميسي خلف الحائط على الارض دي، يعني برضو الناس كلها بتتكلم عن هذه اللقطه بشكل يعني ساخر شويه، لانه اثر لعيب فيهم. ما فيش الا فيراتي بس اللي اثر، وبالتالي عنده دور ان هو ممكن يكون موجود تحت، يعني على قيمه ميسي وامكانيات ميسي واسم ميسي. ما في لعيبه بقول لك لا انا ما ينفعش اعمل كده. رونالدو على فكره قبل كده في كاس الامم الاوروبيه عملها في احد الفاولات على المنتخب البرتغالي، عملها كريستيانو رونالدو. أيوه. وناس كتير ما خدتش بالها. انما طبعا الفكره بتتكلم على مباراه كبيره، مباراه نهائي من البدايه ما بين باريس سان جيرمان وبين مانشستر سيتي. تستمر فلسفه جوارديولا في بعض المباريات بالزج باسماء لعيبه، زي مباراه الفاينل مع تشيلسي الموسم الماضي لما لعب ستيرلينج، وكان ده اكتر من شهرين ما بيلعبش، ومره واحده لقيناه في التشكيله، واثر كتير جدا على مستوى مانشستر سيتي. امس جابرييل جيسوس من اللاعبين اللي بيلعبوا بشكل مستمر وثابت، بيلعب على الطرف اليمين وبيلعب راس حربه، يعني عندك عمق تلعب بيه، وده ريح كتير جدا باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان عنده وسط ملعب من افضل ما يمكن. مظبوط. خصوصا ادريسا جانا جاي، واحد من اللاعبين الكبار جدا، عنده ثلاثه طبعا يقدروا يتحركوا، لكن بوتشيتينو عجبني لانه لعب على حاجات معينه. فرقه السيتي معروف في اوروبا ان الكره دايما في رجليها، ما بتخسرهاش خالص، عمليه الضغط الاستحواذ، لعب على الهجمات المرتده ونجح نجاح كبير جدا في الهجمات المرتده، وده بيوريك ان المدرب يعني الى حد ما ارى الجيم كويس، اشتغل عليها كويس جدا. ولكن العناصر اللي عندي ناس بتختلف، تقول لك العناصر اللي موجوده عند بوتشيتينو المفروض يشتغل، يكون عنده حريه اكتر من كده. طبعا السيتي فرقه من الفرق الكبيره اللي عندها نوع من انواع الاستحواذ الصعب، ولو تتخيل ان هم عاملين زي كره اليد، يعني زي سلسله، عارف كره اليد من اليمين لشمال شمال لليمين، فمرهقين ذهنيا. ده اللي اتعمل عليه بوتشيتينو ونجح نجاح كبير جدا بالهدف اللي جابه ادريسا جاي. وعاوز اشيد هنا ب دوناروما. دوناروما اول مباراه وعنده مشاكل كبيره جدا جدا في مع بوتشيتينو، وكان
الكلام في الصحف الايطاليه في التلفزيون الايطالي ان دونا روما بيفكر ينتقل لنادي اليوفنتوس. لان طبعا وجوده بعد انتقاله من نادي ميلان وهو بطل اوروبا هو احسن حارس مرمى في اوروبا في كاس اوروبيه فكانت عامله له حاله نفسيه. انا عجبني تصريح انا اسف يعني عجبني تصريح من جان لويجي بوكون من حوالي اسبوع كان في سكاي الايطاليه بيسالوه بيقولوا له دونا روما افضل حارس مرمى في اوروبا قاعد احتياطي لكيرول نافاز. قال لهم رايح على حارس كبير. دونا روما لسه صغير يعني حارس كبير في ايطاليا بيتكلم على حارس كبير في ايطاليا وهو محترف بيقول لهم طب ما رايح على حارس كبير. دونا روما لازم يعي ان هو رايح لحارس من افضل حراس اللي موجودين مع باريس سان جيرمان وبالتالي لما يقعد احتياطي ايه المشكله؟ يعني التصريح ده تفكر فيها كابتن اسلام احنا ما بنتعملش كده. احنا لو لعيب قاعد احتياطي بنقعد نقول لا المدرب ضده المدرب عكسه مش عارف ايه ده عنصريه انما انا بكلمك على حارس عظيم اسمه جالوجي بوكون بيتكلم على دونا روما وامبارح عمل مباراه عمره رائعه يمكن دونا روما وكان ممتاز جدا وكان له دور كبير في فوز باريس سان جيرمان بالامس مع بوتشيتينو. اخيرا يا كابتن خالد عشان اخدتك في حتت كتيره جدا لكن اخيرا رونالدو هل عوده رونالدو لمانشستر يونايتد محل تنقذه محليا واوروبيا؟ هما لسه دلوقتي بيلعبوا اعتقد النتيجه انا كنت سايبها 0-0 ما اعرفش وصلت لكام. لسه 0-0 واعتقد ان رونالدو اختار المكان الصح بالمانشستر يونايتد. اعتقد ان رونالدو خسر 3 سنين من عمره مع باريس سان جيرمان مع اليوفنتوس مع اليوفي لان الكره الايطاليه الكره الايطاليه طبعا كملاعب وكمستوى وكاداء وكطبيعه وكشكل بعيده خالص عن مراحل الكره الانجليزيه بالامكانيات اللي فيها. العوده ثاني مره ثانيه لمانشستر يونايتد خلت الفاليو عالي بتاع المهاجمين. لوكاكو لمحمد صلاح لفيرمينيو لهاري كين كل دول بدأوا في الوقت الحالي يفكروا في عمليه الهداف ودي هتخلي اللعيبه تشتغل. مين الاقرب يا كابتن؟ مين الاقرب من وجهه نظرك؟ يعني محمد صلاح بيواجه منافسه كبيره جدا سواء من رونالدو او من لوكاكو او من هاري كين حتى. هو طبعا الضغوط الاكثر على رونالدو لان رونالدو جايب هاله كبيره جدا كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد وهي لازم يعمل عمليه الهداف او يفوز او يعمل يعمل حاجه مع فريق مع مانشستر يونايتد انما صلاح المرحله الاخيره في عمليه احراز الاهداف على دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي اعتقد ان صلاح 60% من قوه ليفربول اذا غاب صلاح عن ليفربول دي مش تحيز لصلاح اذا غاب صلاح عن ليفربول يتاثر الشكل الهجومي كله بالنسبه لفريق ليفربول وبالتالي رونالدو حاطط في دماغه محمد صلاح نفس الموضوع هاري كين اللي بيمر بمرحله صعبه جدا بعدم الانتقال لباريس سان مانشستر سيتي لوكاكو بيقدم مستوى ممتاز جدا حتى وان كان خسران في الوقت الحالي مع اليوفنتوس طبعا اعتقد ان الامر هيكون صعب جدا بالنسبه للمهاجمين الاربعه والخمسه اللي موجودين في الكره الانجليزيه ما ينقص كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد هو مدير فني ايوه صح اقل بكثير جدا من مانشستر يونايتد عنده عناصر كثيره لكن حتى الان لم يجد توليفه المانشستر ان ترجع تاني المنافسه على بطوله الدوري ودوري ابطال اوروبا. كابتن خالد انا بشكرك جدا 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 على هذه المداخله انا عارف ان حضرتك مداخلتك قليله جدا ولكن انا بشكرك جدا جدا على وجودك معنا وعلى كل هذا التحليل الرائع الحقيقه سواء لمنتخبنا الوطني او للمنتخب الاولمبي او حتى للكره الاوروبيه فبشكرك جدا على وجودك معنا النجم الكبير كابتن خالد بيومي المحلل والخبير الرياضي والحقيقه كلام مهم جدا ومحترم جدا. طيب سريعا هاخد خبرين ثلاثة. أول خبر عندي النهاردة من أخبارنا محاضرة فنية وتدريبات خفيفة لمدة 45 دقيقة للنادي الأهلي وأيضا تدريبات استشفائية للاعبين المشاركين في ودية الغابة بشكل كامل ثم كهربا وطاهر ينتظمان في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي. الأهلي أيضا بيبدأ دراسة بطل النيجر بالفيديو زي ما قلت لحضراتكم دايما الفيديو بيكون هو متواجد في كل التفكير مستر بيتسو موسيماني في كل المباريات اللي هتتلعب خلال الفترة اللي جاية. دكتور أبو عبلة أيضا بيكشف تطورات تأهيل الشحات وياسر إبراهيم. قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي أن الثنائي قطع شوط كبير في تنفيذ برنامجهما العلاجي وإن شاء الله يكونوا متواجدين في أقرب فرصة. ايضا موسيماني بيمنح اللاعبين راحه 3 ايام. ايضا النهارده صفحه النادي الاهلي تحتفل بعيد ميلاد حمدي فتحي مكوك خط الوسط مواليد 29 سبتمبر 94. احمد او حمدي فتحي لعب 76 مباراه مع النادي الاهلي كل سنه وانت طيب يا حمدي. اما ايضا المنتخب نروح للمنتخب الوطني منتخبنا الوطني بيختتم
تدريباته اليوم استعدادا لودية ليبيريا. زي ما حضراتكم عارفين بكرة إن شاء الله في مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا لاستعدادا لمباراتي إن شاء الله منتخب ليبيا. عمرو السلية بيقول كيروش نقل خبرته الكبيرة وحمل الشارة قرار الجهاز الفني. رابطة الأندية أيضا بتحدد عدد التبديلات في الموسم الجديد وخمس تغييرات هي الأقرب. والأستاذ أحمد دياب قال قرعة الدوري الجديد ستكون مفتوحة ولن نسمح بأي تأجيل لأي مباراة، نتمنى يا رب أفلح إن صدق. زحام شديد من الأعضاء للحصول على تطعيم كورونا والنادي يجدول الأعداد للتيسير على الجميع. النادي الأهلي الحقيقة أعلن خلال الفترة الأخيرة أن سيكون هناك داخل مقرات النادي المختلفة تطعيم لفيروس كورونا وبالتالي زحام شديد، فالنادي بيجدول هذه الأمور. الحقيقة أيضا النهاردة وفاة رأفت ياسين الشهير بالخواجة كبير مشجعي نادي الزمالك. بقاء الدوام لله في وفاة رأفت ياسين. طبعا الخواجة لكل الجيل القديم عارف كويس مين هو الخواجة، واحد من المشجعين الكبار لنادي الزمالك. البقاء والدوام لله. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل في الفقرة الأولى واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار الحقيقة اللي قعد فترات طويلة جدا داخل النادي الأهلي، النجم الكبير كابتن محمد سمير. هيكون في لقاء خاص جدا مع البيت الكبير بعد قليل. نطلع فاصل وبعد الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن محمد سمير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن محمد سمير. ازيك يا محمد؟ كابتن اسلام، ازيك؟ اخبارك ايه؟ وحشتك ايه؟ وحشتك. كله تمام؟ الحمد لله. منور، ربنا يخليك. اخبار التمرين ايه؟ تمام الحمد الدنيا لله. الدنيا كويسه؟ الامور ماشيه كويس. خاسس وفورمه ما انت عارف بقى فتره اعداد لازم تبقى. فتره اعداد بتعملوها فين؟ في المقاولين؟ في النادي ولا بره؟ في النادي، ومسافرين ان شاء الله بعد بكره اسكندريه. كنا مسافرين بره مصر بس حصلت شويه مشاكل كده ما عرفناش نسافر، فمسافرين ان شاء الله اسكندريه كمان يومين، هنقعد اسبوعين. بس الفتره اللي فاتت دي كلها كان يعني التدريب في النادي يعني. ونادي المقاولين يملك امكانيات كبيره جدا يعني، في اوتيل في النادي وفي كل حاجه في النادي. لا موجود كل حاجه في النادي. في اوتيل وفي ملعب تدريب وفي استاد ومطاعم، طبعا في كل حاجه متاحه يعني، تقدر تعمل معسكر جوه النادي سهل جدا يعني. كان سهل جدا ان يتعمل معسكر، لكن الكابتن عماد فضل ان هو يبقى بره احسن برده. التغيير تغيير، لان انت طول السنه احنا ما بنطلعش بره في والدوري شغال، بتبقى الماتشات كلها اللي في القاهره احنا قاعدين في النادي، فمنها تغيير يعني. انت اغلب الوقت طول السنه بتبقى قاعد في النادي، ف تغير برضو معسكر بره القاهره يبقى الامور فيها. اخبار المقاولين ايه يعني؟ محمد سمير برضو هنتكلم عن الاهلي وهنتكلم عن كل هذه الامور، ولكن في النهايه اخبار المقاولين ايه معاك يعني؟ انت بقالك فتره في المقاولين العرب، واحد دلوقتي اصبحت من كباتن الفريق في المقاولين العرب، كرات الثابته كلها بتعملها وبتجيب منها اهداف، شكل مختلف لمحمد سمير في المقاولين العرب، ولكن ايضا الموسم اللي فات وهنتكلم عنه تحديدا، لانه انت في الموسم اللي قبله كانت الامور جيده جدا، الموسم اللي فات الدنيا عملت شويه، ولكن في النهايه كابتن عماد النحاس ما زال مديرا فنيا للمقاولين العرب، واعتقد ان ده نجاح كبير جدا جدا يحسب لاداره المقاولين العرب. طبعا دي حقيقه يعني. خلينا نبدا من كلام وجودي فتره في نادي المقاولين. انا دلوقتي 6 سنين، والحقيقه انا من الناس اللي بحب الاستقرار يعني، ما بحبش اروح انديه كتير ما دام انا مبسوط في نادي وشايف الاستقرار وشايف الامور كلها ماشيه بشكل كويس ومستريح، دي اهم حاجه عندي بالنسبه لي. ايوه، فالاستقرار ده كان عامل يعني مهم جدا بالنسبه لي. ونادي المقاولين زي ما اتكلمنا ان هو عنده كل الامكانيات اللي تساعد اي حد ان هو يبقى موجود ويؤدي بشكل كويس، فالناس الحمد لله يعني عندها ثقه فيا وقناعات بيا كبيره، وانا في نفس الوقت ما عنديش اي مشاكل معاهم كنادي، فحتى لو ما بيبقى في اي امور تجديد ما بيبقاش في اختلاف. بالنسبه طبعا للنادي، اكيد احنا السنين يعني السنتين اللي فاتوا باستثناء السنه اللي فاتت دي كنا ماشيين بشكل كويس جدا. من ساعه ما الكابتن عماد جه عملنا سنه كويسه، خلصنا مركز خامس، السنه اللي بعدها مركز رابع، دخلنا الكونفدراليه. السنه اللي فاتت طبعا دروب مش طبيعي يعني، الامور كانت ماشيه بشكل سيء جدا لعده اسباب يعني، حاجات كتيره حصلت في خلال السنه هي اللي خلت الامور تمشي بالشكل ده. وجود طبعا الكابتن عماد اكيد مهم جدا بالنسبه لنا، وحاجه تحسب لمجلس الاداره ان انت بعد السنه السنتين اللي فاتوا ان انت تبقى خامس ورابع، ويجي السنه اللي فاتت يحصل الدروب الكبير ده، فيبقى في استقرار ان المجلس الاداره متمسك بالجهاز الفني. دي حاجه ساعدتنا ان احنا في اخر السيزون يعني نطلع من الكبوه اللي احنا كنا فيها. الكابتن عماد كذا مره قدم استقالته لمجلس الاداره والناس كانت بترفض، والناس على طول كانت في ظهر الكابتن عماد، لان هو برده
السنتين اللي عملهم كان ليه رصيد جوه النادي طبعا. ساعدوا ان هو الناس تبقى عندها ثقه فيه وتتمسك بيه لغايه اخر لحظه. والحمد لله في الاخر الامور عدت على خير. ده كان ثقه مجلس الاداره فينا. كل متوقع الحقيقه ان المقاولين هيعدي او كل حاجه، ولكن هي بس زي ما انت قلت عشان رابع وخامس في سنتين وبعد كده مره واحده يحصل كده. على طموح الناس في النادي وعلى طموحنا احنا كلنا وحتى الناس في الشارع والجماهير. مظبوط. بقت شايف المقاولين في مكانه ثانيه. فلما خلي بالك انت قبل الخامس والرابع احنا كنا برضو في نفس الامور، يعني كنا 8 9 10 احنا سالفه مخلصين 9 فكانت هي يعني. كانت هي هي بس هي الطفره اللي حصلت هي الطفره دي اللي خلت يعني الناس كلها حتى بره في الشارع لما بيشوفوك هو في ايه يعني. على فكره هو المفروض ان ده العادي بس يعني. بس ده مش العادي بعد اللي الناس شافوه السنتين اللي هم قبل اللي فاتوا. ودي حاجه كويسه ان احنا نوصل لمكانه. لما بتلعب على حاجه وتارجت في الناس اللي فوق بتبقى الامور مختلفه تماما لما تبقى في نص الجدول يعني. سؤال مهم جدا بالنسبه لي، لان السؤال ده بيتردد كثيرا وانا عارف ان انت يعني محمد سمير دايما واحد من يعني دايما بتطلع بتقول انا بحب النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي وكذا وكذا وكذا، ولكن ايضا في نفس الوقت المباريات اللي بتبقى ما بين المقاولين والاهلي دايما بتبقى انت وكل اللي لعب في النادي الاهلي بما فيهم كابتن عماد بيتقال كلام هو المفروض ما يتقالش في الرياضه، ولكن في النهايه لما بيتقال هذا الكلام بتقابل هذا الكلام ازاي؟ لا انت فاهم طبعا. لا انا فاهم طبعا، بس لا يعني ما الحقيقه ما يعني الكلام ده ما ينفعش اصلا يتقال، ما يصحش يتقال. وعادي يعني بتناقش مع اللي بيكلمني في المواضيع دي بشكل كويس، وهو برضو في الاخر بيتقبل كلامي لانه في الاول وفي الاخر هو ده شغلك واكل عيشك، انت لازم تطلع اقصى حاجه عندك. وبالذات في ماتشات الاهلي والزمالك الفرق الكبيره دي، وحياتك عارف كويس جدا الماتشات دي بتبقى اللعيبه كلها مستنياها طبعا. بتبقى عارف ان انت نسبه المشاهده عاليه والناس كلها بتتفرج على الماتشات، فانت عايز تبقى احسن حاجه. مهما كان حبك للنادي الاهلي ده بيبقى حاجه على جنب، بس انت بتحاول تطلع اقصى حاجه عندك. والاتهامات دي احنا بنشوفها على طول يعني. انا دلوقتي بقابل الناس الزملكاويه، انت قدام النادي الاهلي بتبقى مريح ومش في دماغك، لو شط فاول مثلا ضيعته انت مش عايز تجيب جول. نفس العكس جماهير الاهلي تقابلك انت يا كابتن بتطلع اقصى حاجه عندنا فعادي. هي هو ده الجدل اللي بيحصل. الجماهير الاهلي شايفه كده بتتقبله انت يعني؟ لا لا بتقبله بس طبعا في حاجات بتبقى خارجه عن المألوف طبعا. بتبقى ما ينفعش اصلا تتقال، فالحاجات دي انا اصلا يعني ممكن ما بردش بقى فيها خالص يعني. وكابتن عماد ما بيتكلمش معاكم؟ لا 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 خالص خالص. كابتن عماد في الحاجات دي هو بيتضايق جدا بس ما بيتكلمش خالص. هو على طول يعني في الحاجات النقاش اللي زي ده بيسكت يعني. ما بيحاولش يتكلم خالص، لان هو لو دخل في جدال انت عارف كابتن عماد خلقه ضيق. خلقه ضيق قوي جدا يعني. فهو لو دخل في جدال ونقاش في التمرين برضه في الملعب يعني لو الامور محتاجه كده ساعات بيتعصب. بس هو خلي بالك ما حضرتوش كمدير فني، انا حضرت. بس هو خلي بالك شخصيه مختلفه تماما. لا انت ما انا عارف تماما يعني. انا اتفاجئت بيه وهو مدير فني. انا قلت لا لا بقى لا هيبقى لا نفس اللي انا اتعاملت معاه كلعيب. لا الموضوع مختلف تماما، اهدى بكتير. ودي الحاجه اللي منجحها على فكره. لان هو لو كان طلع من وهو في مدير فني نفس الشخصيه وهو لعيب، كابتن عماد وهو لعيب كان صعب جدا وكان شخصيه قويه وكان على طول بيتنرفز من اي حاجه، فدي ما كانتش هتساعده وهو مدرب. لما هو مدرب بقت الامور اهدى بكتير وبقى بيفكر بعقله بشكل كبير وعنده توازن بشكل كبير، فالامور دي طبعا ساعدته. لازم انت تخرج من اطار اللعيب وانت مدرب، الموضوع بيبقى مختلف تماما يعني. تتعامل ازاي؟ دي نقطه حلوه جدا. تتعامل ازاي مع عماد؟ يعني عماد النحاس، كابتن عماد النحاس مدير فني، وكابتن عماد النحاس كان بيلعب معاك او انت كنت بتلعب معاه. كنت انا اللي بلعب معاه عشان ما يضربنيش. فدي اضربنا انا. فدي كنت يعني شفتها ازاي او بتشوفها ازاي؟ يعني اول ما اتقال ان المقاولين العرب هيتعاقد مع كابتن عماد النحاس كمدير فني، رجعت بالذاكره كده فكرت في ايه؟ قعدت فكرت في كل حاجه حصلت بقى السنين الخمس سنين اللي انا كنت موجود فيهم. قعدت فكرت في كل المواقف في الاهلي. في الاهلي. هي كانت تجربه بالنسبه لي طبعا حلوه جدا يعني، في ان انا برضو مدير فني جاي عايز يعني حد مش غريب عليا وعارف شخصيته وانا عارف شخصيته بشكل كويس جدا. فما تلعب قدامه دايما. فما خدناش بصراحه وقت يعني ما خدناش وقت. انا على طول فاهم دماغه، حتى اللعيبه كانت في الوقت ده كانوا يعني كله بيجي يكلمني. طب هو الكابتن عماد بيفكر في ايه؟ طب هو عايز ايه؟ طب هو لو دلوقتي مثلا متعصب ده العادي بتاعه؟ فيعني حتى الحاجات دي انا قدرت اوصلها للعيبه بشكل كويس، لان انا الحمد لله كنت عارف الكابتن عماد بشكل كبير، فالتواصل ما بيننا كان سهل جدا. وهو كمان شاطر حتى في الموضوع ده، حتى مع اللعيبه الثانيه قدرت اللعيبه تقرب منه على طول. كان الشيفت، عملت الشيفت ده ازاي؟ فجأة عماد النحاس زميلك وفجأة عماد النحاس مدير فني. بس برضه الشيفت ده ما عملش مشكلة بالنسبة لي، لأن أنا برضه يعني الفترة اللي كنت موجود فيها برضه الكابتن عماد كان بالنسبة لي كأنه المدرب.
أوكي. يعني حضرتك فاهم قصدي ايه، انتوا كلكم بالنسبه لي كنتوا لعيبه كبيره، كان السن فكان في برضو الفتره دي كان في بقى احترام، يعني احترام جامد طبعا. احنا ما بنقدرش نتكلم معاكوا يعني غير في حدود، غير لما انتوا تسمحوا لنا اصلا ان احنا نتكلم، ده عكس اللي بيحصل دلوقتي. دلوقتي الامور عادي يعني، سلاح مداح كل حاجه بتحصل، اللعيبه الصغيره بتعمل ايه عايزاه، انما احنا الفتره اللي كنا موجود معانا معاكوا فيها كنتوا انتوا بالنسبه لنا زي المدربين، فكان في هي كده كده هو عماد، فهي كده كده نفس الفكره يعني. لان يعني احنا مش اصحاب قوي، فانت جيت بقيت مدرب فلازم يبقى في الشيفت اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، فاهم قصدي؟ لا هو بالنسبه لي كان كانه المدرب. انا دايما بسال السؤال ده لانه الحقيقه تواصل الاجيال مستمر في هذا الامر، ان انا الاقي كابتن فلان الفلاني كان بيدربني وفجاه الاقيه قاعد قدامي بيحلل معايا ماتش او بيتكلم عن حاجه، فبتبقى لطيفه جدا، والواحد بيبقى بيحاول ان هو يتغير، يروح يعرف فكر اللي قدامه في هذا الامر. بس دي بتبقى حاجه كويسه والحقيقه، ان انت تتعامل مع حد فكره كان حد قريب منك وكان راجل لسه خارج من الملعب من قريب، دي بتبقى يعني بيبقى في تجانس بشكل كبير، عكس ما بتتعامل مع حد من الناس الكبار شويه بيبقى يعني في اختلاف شويه في العقليه مختلفه شويه. فالموضوع الشباب بيبقى الموضوع فيه اسهل شويه في التعامل. الخمس سنين اللي انت قضيتهم في النادي الاهلي، تفتكر اول مباراه ليك في النادي الاهلي؟ طبعا ما اقدرش انساها دي. انتوا كنتوا خدتوا اجازه بعد ما خدنا الدوري 2007 6 ولا 7؟ 2006 2007 موسم 2006 2007 يعني تمام. خدنا احنا الدوري وانتوا خدتوا اجازه اخر ثلاث ماتشات، ومستر مانويل سافر والكابتن حسام طلع ناشئين. كان ماتش الزمالك كان ماتش الزمالك كابتن حسام طلع ناشئين كتير. ماتش الزمالك ده كل اللعيبه الكبار لعبوا، اللي هو احنا اتغلبنا فيه 1-0 بتاع اللعيبه الكبار اللي ما بيلعبوش كتير. اللعيبه الكبيره اللي هي ما بتلعبش كتير كان مستر مانو بيخليهم يلعبوا اخر الماتشات، ومع جانب ناس من الناشئين، فاحنا كل الناشئين طبعا ما لعبناش ماتش الزمالك ده. جينا ماتش كان ماتش تاني اسماعيلي في اسماعيليه. اوكي. والكابتن حسام واحنا في التمرينه اللي هي هنسافر فيها جه وقف معايا في التمرين قال لي انت بكره هتلعب وجاهز وكده، فانا طبعا اتخضيت خضه مش طبيعيه. هتلعب الاسماعيلي في اسماعيليه. يعني فاحنا طالعين طبعا ناشئين عارفين ان الامور هتبقى صعبه، احنا هنتمرن يعني اخرنا هندخل سكور هنكمل عدد وخلاص. فجاه تلعب؟ فالعب واسماعيلي في اسماعيليه، فقلت له يا كابتن انا جاهز ان شاء الله خير يعني. الحمد لله عملت يعني من احسن ماتشات حياتي. والله الماتش ده مش هقدر انساه طبعا. والماتش ده لغايه دلوقتي معلم مع يعني حتى كل الناس الجماهير لما حد بيقابلني هم فاكرين ان دي البدايه. الماتش ده عملته بشكل كويس جدا، وده كان بدايتي الحقيقه. واحنا راجعين حتى في الاتوبيس الكابتن حسام قعد معايا وقال لي احنا لازم نقعد ونعمل عقد، طبعا احنا في الناشئين ما كانش لينا عقود، وقال لي مستر مانويل اتفرج على الماتش واتكلم معاك بشكل كويس وانت ان شاء الله تبدا معانا فتره اعاد. فدي كانت طبعا البدايه بالنسبه لي. حلو جدا. ايه اللي حصل؟ احكي لنا ايه اللي حصل بعد كده كمان. لا طبعا كان عندنا بقى خدنا تاني ماتش، كان عندنا مش فاكر بقى الماتش التاني ده برده لعبته، بس ده ماتش الاسماعيلي كان هو يعني الاهم يعني. يعني الاهم طبعا، لان احنا اسماعيلي في اسماعيليه وكان الاسماعيلي كان بيلعب فول تيم والماتش كان قوي جدا والجماهير طبعا كانت ماليه الملعب، فهو بالنسبه لك اختبار صعب جدا 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 ان انت بتلعب يعني اول ماتش ليك. كان عندي 19 سنه. 19 فان انت اول ماتش ليك، وبعدين انا الفتره اللي قبلها دي كلها انا ما اتمرنتش مع الفريق الاول، يعني احنا ما كناش اتمرنا معاك. فجاه جيت يومين ما اتمرناش معاكم خالص. جينا وخد القرار اصله بسرعه كابتن حسام، خد القرار على طول، وانا الوحيد كنت الناشئ الوحيد يعني ما حدش ناشئ تاني لعب. فالاختبار كان كبير، فالناس حسوا لا يعني انت اتحطيت في اختبار صعب ونجحت بشكل كبير جدا. فكملت الحمد لله. مستر مانويل جه وسافرنا بقى، كان برضو قعدنا ناشئين كملنا احنا معاكم، ورحنا المانيا فتره اعداد، والحمد لله دي كانت بدايتي بقى. ومستر مانويل كان على طول الحقيقه سبورت ليا بشكل كبير جدا يعني. كان معاك مجموعه كبيره جدا، مجموعه يعني كابتن عماد النحاس، كابتن وائل جمعه، كابتن احمد السيد، كابتن شادي محمد، كابتن رامي عادل، كابتن محمد صديق. مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي في المكان ده. صعب جدا ان انت كتير قوي طبعا كتير. انت متخيل انت بتتكلم في 7 لعيبه كلهم كبار وكلهم يعني ليهم اسماء، فان انت اصلا تبقى موجود معاهم دي كانت حاجه بالنسبه لي كويسه جدا ان انا اتعلم منهم. ومستر مانويل الحقيقه كان بيعاملني بشكل كويس، وانا كنت في التمرين كويس، وهو كان بيحاول يعني على قد ما بيقدر بيتكلم معايا ان انت هتتعلم، وانت عارف دايما في الناس الصغيره والناس اللي كانت بتبقى لسه جايه جديد كان دايما كل كلامه مع الناس دي اللي انت الوقت ده وقت تعلم بالنسبه لك يعني. كان بيجي في اوقات بيقول للعيبه انت هتقعد سنه كامله تتعلم بس. اوكي. ما تتكلمنيش في لعب. فهو كان كويس جدا معايا في الموضوع ده، وانا طبعا اكيد التمارين والماتشات الوديه اللي كنت بلعبها خدت منها خبرات بشكل كبير، وان انا طبعا كنت في وسطكم دي كانت حاجه بالنسبه استفدت لي. استفدت ايه من مستر مانويل ومن مجموعه اللاعبين الكبار؟ لا حاجات كتير. الحاجات دي كلها انا عايش عليها لغايه دلوقتي يعني. طبعا يعني استفدت كل حاجه. انتوا الحقيقه اللعيبه اللي كانت موجوده دي مش هتتعوض في كل حاجه، لان هي كانت لعيبه ملتزمه جوه الملعب وبره الملعب، ولعيبه فعلا عندها طموح وعايزه تعمل حاجه لنفسها ولناديها، وكل يوم تمرين احسن من اليوم اللي قبله، ومفيش راحه، تاخد النهارده بطوله تاني يوم
تطلع اقصى حاجه عندك في التمرين، الحاجات دي كلها احنا مفتقدينها الحقيقه دلوقتي. بتبقى كانها ماتش رسمي. يعني الموضوع كان صعب جدا. حتى دلوقتي لما بتمرن ويجي مثلا حد يدخل على حد جامد والاقيه بيقول له بالراحه، مفيش حاجه اسمها بالراحه، احنا ما تعودناش على كده. انت فاكر احنا بنبدا التمرين في الاهلي يقول لك حط الشنكار مستر مانويل، ما حطش الشنكار بره، الشنكار وانت بتسخن من اول التمرين بتلبسه، كانت التقسيمه زي الماتش بالظبط، واقوى من الماتش يعني. فلا الحاجات دي كلها انا الحقيقه مفتقدها دلوقتي طبعا، الحاجات دي ما بقتش موجوده دلوقتي. ما تحصلش في كل الانديه يعني. لا لا قليل جدا. وحتى مع مستر مانويل نفسه الموضوع مختلف تماما. لا 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 عبقري الحقيقه. يعني مستر مانويل بصراحه عبقري ومدرب مش هيتكرر. والواحد الحقيقه بيستغرب جدا لما ناس يعني شايفين ان هو لا كان معاه مجموعه لعيبه هي اللي فرقت معاه، واي حد يجي النادي الاهلي الجمله اللي بتتقال اي حد يجي النادي الاهلي حتى عم حارس كان ممكن ينجح. يا جماعه مفيش الكلام ده، الراجل ده فعلا يعني كان عبقري وحط النادي الاهلي في مكانه كبيره جدا، وعمل حاجات مش هتتكرر. لان هو الحقيقه كان معاه مجموعه لعيبه مش هتتكرر، بس اللعيبه دي محتاجه حد يعرف يتعامل معاها بشكل كويس ويطلع اقصى حاجه عندها، وهو كان الحقيقه في الموضوع ده شاطر جدا. لا كان فظيع، كان بيطلع اقصى حاجه من عنده. كان بيعمل ايه مع ابو تريكه لما بيبقى وحش؟ عشان المساله دي مهمه جدا. مش ان احنا بنحكي حكايه، ولكن دي مهمه للشباب اللي بيتفرجوا علينا كمان، حتى لعيبه الكوره. لا ابو تريكه كان يعني كان اصلا احنا كنا ما بنبقاش مصدقين ان هو بينتقد. يعني تلاقي ابو تريكه كويس جدا، تلاقيه في ثاني يوم على طول الوقفه بتاعه الصبح دي يدي له كلمتين وبعد كده يدخل جوه ويقول له ابو تريكه انا مستنيك جوه في الاوضه. ابو تريكه يدخل يقعد معاه نص ساعه ويطلع، تلاقيه واحد تاني خالص. بس هو كان على طول ويقعد يقول له انت زيرو النهارده، زيرو امبارح، زيرو في الماتش يا جماعه. ده ابو تريكه يعني، ده كان بيحصل مع ابو تريكه. يعني ابو تريكه وبركات يقول لهم زيرو، بيج زيرو ياستر دي، بيج زيرو ازاي يا ابو تريكه يا كوتش، بيج زيرو ازاي و2 زيرو. لا كان بينتقدهم على طول، بس هو كان بينتقدهم لغرض معين. يعني الغرض ان هو عايز يطلع اقصى حاجه عنده، وهو عارف على فكره ان هو كان كويس، بس هو عنده حاجات اكتر من كده فبينتقده عشان يطلع اقصى حاجه عنده، عشان ما يبقاش شايف ان هو ده بالنسبه له اقصى حاجه. يعني كان بيعرف ازاي يدير الفرقه. طبعا كان هو في الموضوع ده بصراحه زي ما بقول لك هو عبقري، بيدير المجموعه بشكل كويس جدا، وبيعرف يتعامل مع كل واحد بشخصيته. ودي حاجه صعبه قوي ان انت تتعامل مع 30 لعيب بكل واحد بشخصيته، تقدر تتعامل معاه ازاي. ده انا بدوس عليه عشان اطلع اقصى حاجه عنده، ده ما بتكلمش معاه خالص، انا عارف ان هو يعني هيجي على الهادي، ده لا انا لازم اشده. فالموضوع ده صعب جدا، فهو كان كويس جدا في الموضوع ده. وامتى يغيرك وامتى الماتش ده انت عامل حسابك ان انت هتلعب تلاقيك مش موجود خالص. انت فاكر حرب السكور ده، وبعد التمرينه تدخل عشان الورقه تتعلق، اللعيبه كلها قاعده مستنيه، كله قاعد مستني يشوف اسمه. ما فيش بقى كان ابو تريكه وركب بيستنى، كله قاعد مستني، وشادي وكله كان بيستنى، كله قاعد مستني يشوف الاسم. ما فيش حد مطمن خالص يعني. مع مستر مانويل ما فيش حد مطمن خالص، ولا على مكانه، ولا على ان هو يبقى موجود في ال 18. على الرغم من بعد السنين دي كلها، لما تيجي تبص هتلاقيهم هم كانوا 18 19 لعيب برضه، هم بس بيتغيروا. دي الحقيقة. بس في الاخر كان كله قاعد مش مطمن. هي دي الفكره بقى، ما هو ده هو ده هو ده هي دي الفكره اللي هو كان عاملها، لان هو برضه كان بيجيب مجموعه لعيبه كتير، وعايز يضغط على الناس كلها ان انت ما تبقاش مطمن ان انا مرتاح في مكاني. وفي نفس الوقت زي ما انت بتتكلم هم 17 18 هم اللي خدوا، جيت تبص في الفتره اللي خدوا دي هم اللي خدوا الخمس ست سنين اللي كان فيها اللي كان فيها النادي في التوب، هم ال 18 19 لعيب يعني. ممكن حتى الناس تقولهم باسمائهم، وفي ناس كتير مرت كانت موجوده في السنين دي كلها، بس ما حدش هيفتكرها لان كانت مشاركاتهم قليله يعني. فهو قدر، كان بيقدر يضغط على الناس بشكل كويس جدا في الموضوع ده يعني. كانت دايما نستنى كابتن سعيد احمد لو تفتكروا، اللي هو الاداري طبعا. كان يحط الورقه بتاع اللزق ده، باللزق. لا فكره السكور دي كانت صعبه قوي. صعبه جدا جدا فعلا، امتحان تستنى كل واحد مستني النتيجه، كل واحد وتاني يوم تمرين الصبح بقى يوم الماتش. ده كان عندها اصعب حاجه في الدنيا بقى. تيجي انت تاني يوم الصبح اللعيبه اللي بره الماتش عندها تمرين الساعه 9 الصبح، فكانت بتبقى صعبه. كانت بتبقى صعبه. هو كان ساعات بيروح يسيب الفندق وبعدين مره واحده تلاقيه مره واحده تلاقيه موجود في تمرينه الصبح اللي هي يوم الماتش، اللي هي يوم مع اللعيبه اللي بره الماتش. لما بيبقى حاطط في دماغه ان هو هيلاعب حد منهم عايز يجي يشوف رد فعله ايه، يشوف رد فعله. وفي لعيبه ما كانتش بتيجي، عايزه متضايقه وبتاع، بس كان شكرا. بس كان خلاص بقى ده كده خلاص الموضوع بالنسبه له انتهى يعني. فهو لا كان بصراحه لا عبقري يعني، عبقري. طيب هنكمل كلامنا مع محمد سمير، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. سمير، برضو انت لعبت فتره لسموحه والاتحاد السكندري، كلمنا عن الفتره دي.
مشيت انا ساعتها من النادي الاهلي، رحت اعاره سموحه سنه، كانت سنه برضو بالنسبه لي مميزه جدا، والفرقه كانت كويسه، وكان الكابتن شوقي غريب والكابتن حمد السيد هم اللي ماسكين الفرقه، وكان سموحه لسه بقى زي بيعملوا مشروع يعني، كان لسه بالنسبه لهم. ومهندس فرج عامر كلمني، ودي كانت اول تجربه بالنسبه لي بره النادي، وللاسف بقى حصلت مجزره بورسعيد وكده، والكره وقفت فما عرفتش. انت مشيت ازاي من الاهلي؟ ما هو انا مشيت كده، مستر مانو السنه اللي هو رجع فيها لما احنا كنا بعيد شويه عن نادي الزمالك، كان نادي الزمالك هو المتصدر، والكابتن حسام اللي كان ماسك، والكابتن حسام مشي ورجع مستر مانو، فانا الفتره دي كنت كلها ما كنتش بلعب مع الكابتن حسام، فهو أوكي. الراجل رجع في وقت صعب، وحتى هو اتكلم معايا قال لي انت ازاي يعني تلعبش ما بتلعبش، انا سايبك وانت رجلك في الملعب، وقلت هاجي الاقيك انت، لان الناس كلها كانت خلاص مشيت يعني. فقلت هاجي الاقيك انت الاساسي وكده، فقلت له ما فيش، كانت وجهه نظر الكابتن حسام وانا بعيد وكده، فقال لي خلاص هنشتغل وربنا يسهل يعني. هو طبعا الراجل كان عايز الناس اللي جاهزه الفتره دي عشان نقدر نعوض فرق النقط ما بيننا وبين نادي الزمالك، فانا حسيت ان الامور بالنسبه لي مش تبقى كويسه يعني، فرحت اتكلمت معاهم في النادي ان انا عايز اطلع اعاره سنه وكده العب يعني، العب كتير وكده وبرضه اخد خبرات اكتر، وهم حتى في النادي استغربوا يعني، قالوا لي انت مفيش الكلام ده، انت لسه صغير اصلا وانت مهم بالنسبه لنا. قلت لهم يا جماعه هي سنه يعني، سنه يعني اروح العب كتير وتبقى حاجه كويسه ليا، وان شاء الله ارجع تاني النادي يعني. والحمد لله السنه دي كانت الامور بالنسبه لي ماشيه بشكل كويس، وتلعب على طول مع كنت بلعب على طول وكانت الامور بالنسبه لي بشكل ماشيه بشكل كويس جدا، ورحت النادي كذا مره وقابلت مستر مانور، وهو كان مبسوط وقال لي تجربه كويسه بالنسبه لك، وان شاء الله في اخر السنه ترجع لنا تاني. فحصلت بقى زي ما بقول لك مجزره بورسعيد، والدوري وقف، ومستر مانويل مشي اصلا ورجع تاني الكابتن حسام في بدايه السنه، فانا الامور برده حسيت ان هي هتبقى صعبه مع الكابتن حسام، فاتكلمت معاهم قلت لهم يا جماعه خلاص بقى انا عايز اكمل في سموحه وكده، وكملت بقى السنه الثانيه في سموحه، خلصت عقدي في سموحه السنتين، ورحت الاتحاد السكندري السنتين، برده كانوا مميزين جدا بالنسبه لي، من احسن سنتين حياتي في الكوره يعني. النادي الاتحاد نادي كبير وعنده جماهيريه كبيره، كان في جمهور في الفترة دي، كان في كان في جمهور، فالحاجة حاجة كانت كويسة جدا بالنسبة لي، وعملنا برضو سنتين كويسين جدا، لأن نادي الاتحاد الفترة اللي أنا قبل ما أروح فيها كانت الأمور مش أحسن حاجة، لما رحت كانت الأمور بدأت يبقى في استقرار، وكان الكابتن طلعت يوسف هو اللي ماسك الفرقة، فكان في نظام والأمور كانت مختلفة، عملنا سنتين كويسين جدا، وخلصت برضو عادي في نادي الاتحاد، ورحت لنادي المقاولين بقى. المقاولين من ساعتها بقى، من ساعتها بقى أنا مستقر يعني معاهم. بكره ان شاء الله عندنا ماتش مباراه وديه مع منتخبنا الوطني مع منتخب ليبيريا. اولا ايه رايك في اختيار كارلوس كيروش؟ يعني هل من الممكن انت بتفكر بعد الكلام اللي قاله وبعد التصريحات اللي قالها ان هو بيقول ان باب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين، هل بتفكر؟ طبعا ده حق مشروع طول ما انت بتلعب. بتقول ان انا كبرت انا لا كذا. مفيش، ما انت في لعيبه في المنتخب دلوقتي اكبر مني بكذا سنه يعني، فهي القصه مش كده، طول ما انت رجلك في الملعب وموجود بس هي الفكره ان يبقى في جهاز فني فعلا يعني عنده فعلا الفكر ان هو ممكن اي حد يلاقيه كويس ياخده. كده امبارح يعني، ما هو الكلام ده برضو بيتقال كتير. القصه هي القصه ان انت يبقى الموضوع فعلي فعلا ان انت تلاقي اي حد. انا نفسي نوصل للمرحله دي بغض النظر عني خالص على فكره يعني، نفسي في منتخب مصر نوصل للمرحله اللي احنا لو في لعيب شايفه كويس يعني، مع احترامي لاي نادي بس من الانديه حتى الصغيره، ايه المشكله ناخده يا جماعه يعني، اصل الموضوع ده بيحصل في العالم كله، فاحنا ليه ما بنعملش كده؟ ما هو الموضوع ده ما دام لعيب هيفيد المنتخب ما ناخده، ايه المشكله يعني؟ وفي تجارب كتير جدا يعني، منتخب انجلترا في اليورو اللي فات بيلعبوا جيمس في نص الملعب اللي هو بيلعب في ليدز، فرقه لسه صاعده، ولعب الماتشات كلها وهو بيلعب في ليدز، وعندهم ديفندرات تانية في انديه تانية كبيره، والمدرب خده ولعبوا الماتشات كلها في اليورو، وكان من احسن اللعيب في الفرقه يعني. فانا نفسي نوصل اصلا للمرحله دي يعني، فبدايه كويسه. طبعا انا اختيار كيروش بالنسبه لي اختيار كويس جدا، حد يعني في حد ذاته ان انت تجيب حد اجنبي ده مهم جدا، عشان الحد الاجنبي من قصر الفتره يعني. اصل انت دلوقتي خلي بالك، انت دلوقتي حطيت نفسك في موضوع او في مشكله كبيره، ان انت عندك ماتشين ليبيا دول هم اهم ماتشين. ما طبعا للاسف يعني، انت لا قدر الله حصل حاجه انت شكر، مشكله كبيره، بس احنا ان شاء الله يعني قادرين نتخطاهم يعني. يعني ان شاء الله انا عندي ثقه في الفرقه وفي الجهاز ان احنا ان شاء الله قادرين يعني. طبعا احنا حطينا نفسنا في موقف مش كويس، صعب، بس نقدر نطلع نفسنا منه يعني، ان شاء الله نكسب ليبيا هنا، واقصى حاجه بره ملعبنا ناخد تعادل، 4 نقط اعتقد هيبقوا يعني بالنسبه لنا كويسين. بس وجود حد اجنبي انت عارف مهم جدا بالذات في الفتره دي مع المنتخب، لان السوشيال ميديا والاعلام وكله بيأثر بشكل كبير، وبيضغط المدير الفني اللي موجود بشكل كبير، وللاسف احنا دلوقتي بقينا بناخد باراء الناس كلها في السوشيال ميديا يعني. التغيير ده بقى بيحصل بسبب السوشيال ميديا. الحد الاجنبي ده هيبقى عنده الناس مش هتهاجمه بشكل كبير، مفيش مصالح شخصيه ما بينه وما بين حد هنا عشان حد يهاجمه، وهو في نفس الوقت هيتحمل الضغط يعني، مش هيبقى عنده مشاكل، فدي حاجه انا شايفها كويسه يعني. فان شاء الله هو بس يقدر
يبقى كويس مع المنتخب، وهو عنده راجل عنده خبرات وعنده سي في كويس يقدر يساعد المنتخب، لان احنا برضو عندنا لعيبه كتير كويسه صغيره وعندنا اجيال طالعه تقدر ان شاء الله ان هي تعمل حاجه كويسه. يعني جهاز المنتخب كابتن وائل جمعه، كابتن عصام الحضري، كابتن شوقي، اعتقد الثلاثه انت لعبت معاهم. كابتن شوقي، كابتن ضياء، اعتقد ان ده شيء. رايك في هذا الجهاز ايه؟ لا انا شايفهم كلهم طبعا اسماء كبيره، وكلهم ناس ليها اسمائها وناس عندها خبرات. الكابتن ضياء طبعا مدرب كبير وراجل عنده خبرات كبيره، ان هو يبقى موجود دي حاجه مميزه. والناس الثانيه اللي موجوده كلها ناس شباب، عناصر شباب، سواء كابتن عصام او كابتن محمد شوقي، ناس لسه بتبدا حياتها. طبعا عنصر الشباب مهم جدا ان هم يبقى عندهم حماس ويبقوا قريبين من اللعيبه، دي برضو حاجه بتفرق جدا جوه الجهاز. فاعتقد ان هو جهاز يعني متناسق وفي انسجام ما بينهم بشكل كبير. نفسي طبعا ان شاء الله، عندي امل كبير ان هم ينجحوا. الكابتن وائل طبعا نسيت اقول، الكابتن وائل طبعا وجوده كمدير منتخب اكيد مهم جدا، عنده خبرات كبيره وهو برضو قريب من اللعيبه، وفي لعيبه كتير من اللي موجوده دلوقتي لعبت معاهم مع الكابتن وائل ومع الكابتن عصام والكابتن شوقي. فدي برضو زي ما بقول لك حاجه هتبقى كويسه جدا، هيبقى في تواصل ما بينهم بشكل كويس. والكابتن ده زي ما قلت لك هو طبعا مدرب كبير، ومستر كيروش انا سمعت برضو ان هو جايب مدرب مساعد معاه اجنبي، جايب ثلاثه. طب ده برضو هيبقوا كويسين، اعتقد برضو ان هو يجيب حد مساعدين معاه. يعني لا يعني جهاز محترم ان شاء الله، بس الناس تساعدهم وتبقى سبورت ليهم وتبقى في ظهرهم، ما يبقاش على طول في انتقادات عماله على بطال، لان احنا دلوقتي في فتره حرجه محتاجين طبعا ان الناس دي نقف جنبها ونساندها، وما تبصش بقى لاي حاجه الفتره اللي جايه دي غير في ان انت تقدر تعمل نتائج كويسه. ما تبصش ولا الاداء ولا لاي حاجه، طلع نفسك بس من الموقف اللي انت فيه، بعد كده الامور دي هتتحسن. يعني بتفكر ازاي في المرحله اللي جايه يا محمد؟ انت يعني دلوقتي كام سنه؟ 33. 33 لسه قدامك سنتين ثلاثه مثلا، بتفكر فيهم ازاي؟ لا يعني انا كل تركيزي الفتره اللي جايه ان شاء الله، والسنتين بالذات اللي فاتوا، ان انا على طول في تمريني ابقى مركز بشكل كويس. طبعا عوامل الراحه بتبقى مهمه جدا بالنسبه لي. طبعا الفتره اللي كل ما بتكبر لازم ترتاح اكتر، ان انت تطلع اقصى حاجه عندك في التمرين، تحافظ على نفسك على قد ما تقدر من الاصابات، دي حاجات بركز فيها بشكل كبير. طبعا هدفي الفتره اللي جايه ان شاء الله ان انا على قد ما اقدر افضل موجود في الملعب، افضل اساعد فرقتي واساعد زمايلي والنادي، ان احنا نبقى ماشيين بشكل كويس، وان انا يعني ابقى ماشي بشكل كويس. دي بتبقى حاجه بالنسبه لي كويسه، ان انا على طول تبقى رجلي في الملعب، وطول ما الواحد في الملعب تحديدا عنده تجربه رائعه وجهه نظري. يعني هي تجربه ما اعرفش، لكن حسن الشامي مثلا عنده 37 38 سنه على ما اتذكر. ما شاء الله ولسه متجدد له. فاعتقد ان طول ما انت بتتمرن كويس هتفضل موجود في الملعب وهيبقى ليك دور كمان. هي دي الفكره، ان انت الناس تحس ان انت ليك دور، وهم فعلا في نادي المقاولين بيقدروا الموضوع ده بشكل كبير، ان هم لما بيحسوا باللعيبه الكبيره ان هي ليها دور مهم جدا جوه النادي. باشمهندس محمد عادل على طول في ظهرنا، وبيقدر جدا دور اللعيبه الكبيره جوه النادي، وعارف ان هي بيبقى لعيبه مهمه جوه النادي، وفي الدريسنج روم طبعا في اوضه اللبس بيبقوا مهمين جدا وبينقلوا خبراتهم للعيبه اللي موجوده، فدي حاجه مهمه. فطبعا انا اتمنى الاستمراريه، ان انا على قد ما اقدر ابقى موجود طبعا جوه الملعب، لان دي بتبقى احسن فتره في حياه الواحد ان هو جوه الملعب. بعد ما الواحد بيبطل بيندم اشد الندم طبعا. حضراتكم طبعا كلكم يعني بتتكلموا، الواحد لما بيتكلم معاكم في الموضوع ده انتوا على قد ما بتقدر خليك طبعا في الملعب لغايه بص. فالواحد نفسه يعني ان شاء الله على قد ما يقدر يبقى موجود في الملعب، لان دي الفتره دي بتبقى احسن فتره مش هتتعوض يعني. اخيرا يا سمير، بتتفرج على ماتشات الاهلي ازاي؟ ماتشات الاهلي الافريقيه، خلينا ما نتكلمش على الدوري، نتكلم على ماتشات الاهلي الافريقيه وفي كاس العالم للانديه، بتتفرج على الماتشات دي ازاي؟ كمشجع بقى. لا الماتشات دي بتبقى صعبه عليا الحقيقه يعني. مش عارف ليه، مش عارف ده عادي ولا مش عادي يعني، بس ببقى مشدود. ببقى مشدود الحقيقه جدا يعني. لان يعني الواحد بيحب النادي وطول عمرك وطول عمري موجود في النادي من وانا صغير، فانت غصب عنك، فحب النادي ده مش هعرف اتحكم فيه. فالماتشات دي طبعا بتعدي عليا بتبقى صعبه جدا بالنسبه لي. اتفرجت على وللاسف ما بعرفش وما بتفرجش يعني. في ناس مثلا يقول لك انا مش هتفرج عشان ما اتعبش او عشان مش هعرف امسك نفسي. لا انا ما فيش ماتش بفوته يعني. والله طبعا بتفرج على الماتشات. بتتفرج على كل الماتشات؟ كل الماتشات. نهائي افريقيا العشره اللي هو نهائي افريقيا بقى دي انا كان عندي كارثه بقى لا كايزر تشيفز لا لا ده كان لا بس انا كنت مطمن بصراحه والله. لا احنا مجرد ما وصلنا فاينل انا كنت عارف متاكد مليون في المية ان احنا خلاص خدنا البطوله. الكايزر تشيفز والناس برضو قالوا يا جماعه لا وما نستهونش، لا بس مش للدرجه دي هنكسبهم يعني. الموضوع بالنسبه لي كان يعني كنت شايف ان خلاص كان محسوم طبعا. التسعه بقى تماما. لا التسعه بقى كان عندي مشكله، لان احنا التسعه دي كنا في جيبوتي، كان عندنا ماتش في جيبوتي في الكونفدراليه مع المقاولين. فالماتش ده كان بالنسبه لي كارثه بقى، لان ما عرفناش هناك نتفرج، بس جبناه طبعا من على النت.
وبعدين كنت قاعد مع ناس لقيت الناس مش عارف اتفرج منهم، فبدات ادخل الاوضه، فلا كان في تنطيط وتكسير وكان في كل حاجه حصلت. لا والله. لا لا في حاجات كثيره حصلت في جيبوتي. في جيبوتي لا لا لا. والكابتن عماد طبعا برضو في ناس ثانيه يعني ما بتشجعش الاهلي. لا لا في ناس كتير زمالك عادي طبيعي. لا طبيعي كان في ناس زملكاويه طبعا، بس خلصنا بقى عليهم ساعتها في جيبوتي بقى. لا الماتش ده تاريخي طبعا، يعني الماتش ده مش هيتكرر الحقيقه. فكنت اتفرج عليه في جيبوتي. بس كان صعب، يعني من اصعب الماتشات في حياتي بصراحه الماتش فعلا. ما كانش هينفع يحصل اي حاجه غير ان احنا عملت ايه بقى في لا لا كسرت الاوضه بمعنى كلمه كسرت الاوضه الحقيقه. يعني كنت لوحدك؟ لا كان معايا واحد، كان معايا حسن. انا بقعد على طول مع حسن الشامي في الاوضه. كنت قاعد مع حسن كسرت الاوضه، وعلى طول قاعد على ركبتي طول الماتش، قاعد على ركبتي على السرير. فالموضوع لا كان صعب جدا، يعني كانت صعبه جدا، كان صعب قوي. لحظات صعبه. انا شفت حتى رد فعلك، انت كنت في تقريبا في اليوم السابع. شفتك يعني رد فعلك مش طبيعيه برضه. كلنا كده اصل كلنا عملنا كده. مفيش كل اي حد بيشجع وبيحب النادي الاهلي من جواه بيطلع الموضوع كده. موضوع احسن لحظه ممكن تعدي عليك في حياتك. دي حقيقه فعلا، ان انت بتكسب البطوله الافريقيه بعد غياب قدام نادي الزمالك وماتش تاريخي واول نهائي افريقي ما بينك وما بين نادي الزمالك. وفي الدقيقه حاجه و80 انت بتكسب اول نهائي افريقي. مش هيتكرر على فكره، يعني صعب قوي. احنا لعبنا الزمالك قبل كده في قبل نهائي، مش في نهائي لو فاكر. لا لا مفيش. لا كنتش انت لسه. في كان كام؟ في 2005 اعتقد او 2006 مش فاكر تحديدا كان كام. لا انا حضرت 2005. بقى انا حضرت 2005 2-1 و2-0. لا لا ما كنتش لسه طلعت معاكم. لا انا حضرت بقى كذا مره وهم معانا في المجموعه بقى وكده. السنين اللي بعد كده كلها يعني الجول ده تقريبا ممكن يكون شبه جول ابو تريكه شويه، يعني نفس جول ابو تريكه في الصفاقس. نفس بس برضو مع الاختلاف يعني طبعا. يعني ده انا شايف ده فرحه الزمالك وكذا. انا شايف انت بتكسب البطوله التاسعه وانت كسبت نادي الزمالك التقليدي بتاعك. يعني كل حاجه حصلت في الماتش ده. انت بتكسب نهائي افريقيا والتاسعه دي كان بقالنا كتير محتاجينها، وان انت بتكسب نادي الزمالك وفي الدقيقه حاجه و80 اللي هو خلاص مفيش يعني وقت، خلاص نادي الزمالك يقدر يعوض. فالامور طبعا كانت الفرحه كبيره جدا. لا لا قوي مش هتتعوض الحقيقه يعني. لا ان شاء الله نوصل. ادينا وصلنا للعشرة ان شاء الله. السنه الجايه تبقى ال11. لا لا ان شاء الله. الموضوع مش صعب، يعني انا شايف ان افريقيا الموضوع مش صعب خالص. يعني قبل كده الامور كانت بتبقى صعبه جدا، دلوقتي لا النادي الاهلي يعني قوي يعني يقدر يوصل كل سنه فاينل عادي جدا يعني. على الرغم من خسارتك مثلا، خساره النادي الاهلي لبطوله السوبر الاخيره. لا 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 عادي تماما. بطوله السوبر دي انا شايفها بطوله رمزيه، يعني الناس حتى في العالم كلها ما بتهتمش بيها. احنا طبعا بالنسبه لنا كاهلاويه عايزين لو دخلنا دوره وديه او دوره رمضانيه احنا عايزين ناخدها. ده طبيعي وده طبع جمهور النادي الاهلي، بس مش عايز برضو الموضوع ياثر يعني. برضو الجهاز الفني برضو ليهم رصيد جوه النادي وعملوا حاجات كويسه كتير، وناس برضو اجتهدوا وجابوا لك بطولتين افريقيا، فده برضو ما يقللش منهم. مش عايزين برضو نحطهم تحت ضغط ان هم في اي وقت يا جماعه لا قدر الله لو حصل حاجه الناس دي ممكن ما تبقاش موجوده. دي لو حاجه وصلت للجهاز مش تبقى كويسه. بطوله السوبر بطوله كان نفسنا فيها، بس خلاص يعني ما فيش نصيب. وبطوله الدوري طبعا السنه اللي فاتت كانت ليها ظروفها، لان انت كنت مضغوط واللعيبه كلها كانت مضغوطه والسنه كانت صعبه جدا. الكلام ده حقيقي جدا. محمد، بمعنى ان انت لما بتبقى مضغوط ما بتبقاش قادر. طبعا بس انا فاهم طبعا، بس عشان لا 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 طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا. بيبقى صعب كمان يا كابتن اسلام، غير بدنيا بيبقى صعب ذهنيا. انت ساعات بيجي عليك وقت انت مش عايز اصلا تشوف الكوره دي. حقيقه على فكره. يعني انت من كتر معسكرات وتمارين وماتشات انت تزهق. عايز اعمل اي حاجه تانية. تزهق الموضوع. صعب قوي. فانت اصلا بدنيا انت تعبان، وذهنيا كمان انت مش مركز اصلا في الكوره. وبعدين انت عندك كمان مشكله كبيره، انت بتلعب في النادي الاهلي، فانت مفيش اصلا، انت كل ماتش عايز تكسب. أيوه. مفيش اي استهانه، مفيش اي ماتش انا النهارده هرتاح، انا النهارده لو خسرت عادي، مفيش الكلام. انا النهارده لو تعادلت عادي. انت على طول السنه انت محطوط تحت ضغط. وبتاخد افريقيا، انا الدوري يعني الناس تلاقيها في نهائي افريقيا وانت كسبان وخلاص هتاخد الكاس، تلاقي كاس العالم شويه الناس اللي قاعدين يقول لك الدوري اهلي. خدت ثالث العالم. حتى موسيماني لما كان معايا قال لي انا بعد ما خلصنا مباراه كاس العالم ثالث العالم خدت ثالث العالم. الناس بتقول لي العش. هي جماهير النادي الاهلي على طول بصراحه عندها طموح ان هي على طول ما عايزين ناخد كل البطولات. فدي حاجه بتحط اللعيبه طبعا تحت ضغط بشكل كبير. فاللعيبه فعلا يعني لا اهلكت الفتره الاخيره بشكل كبير. وبعدين حتى فترات الراحه هم بيروحوا المنتخب اغلب. انت عندك 10 مثلا كل شويه في تجمعات منتخب بيروحوا المنتخب، ولو لما كان في منتخب اولمبي كان في لعيبه صغيره بتروح منتخب اولمبي. فلا الموضوع صعب. وبعدين انا شايف ان بصراحه الجماهير الفتره الاخيره بدات تقدر شويه فكره ان لا يا جماعه في ضغط واللعيبه غصب عنها، وبرده الناس دي فرحتنا فلازم برده نستحملهم. الاوبشن ده ما كانش موجود قبل كده. دلوقتي بقى في استيعاب شويه،
بس هي الفكره ان احنا برضو لازم برضو نبقى في ظهر الناس دي على طول، لان هم برضو فرحونا الفتره الاخيره بشكل كبير يعني. هو دايما جمهور النادي الاهلي الحقيقه واقف في ظهر لاعبته وفي ظهر جهازه الفني، ساعات بينتقد وساعات بيعمله، لكن ده طبيعي في الكوره، ده طبيعي جدا في كره القدم. ما هو ده الجمهور اللي بيحطك في سابع سهم، طبعا لازم تستحمل لما يزعل منك لازم وينتقدك، فده هي الطبيعي. هي الكوره كده، النهارده الامور ماشيه بشكل كويس، بكره هتمر بأسوأ حاجه ممكن تشوفها في حياتك، بعد بكره هي الكره كده، هي يعني كره القدم متغيراتها دايما. مانويل جوزيه يقول هذه الكلمه، ان احنا بنلعب عشان خاطر الجمهور اللي قاعد بيتفرج علينا، ما بنلعبش عشان خاطر تزود الفلوس في جيبك، ولكن بتلعب عشان خاطر الجمهور اللي بيقعد يتفرج عليك. ده الجمهور ده هو راس مالك، وهو اللي بيوديك، هو اللي بيجيب لك فعلا الفلوس يعني بالزبط. هو اللي بيوديك في حته كويسه جدا اي حد يحلم بيها يعني. شرفت ونورت يا نجم، ربنا يخليك يا كابتن اسلام. شكرينا محمد، ودايما بستمتع وانت موجود معانا، وبشكرك جدا على وجودك معانا، واتمنى لك يا رب 3 4 5 6 7 سنين تكمل يا رب. يا كابتن اسلام ربنا يخليك، كنت مبسوط ان انا معاك، ومبسوط لما بشوفك الحقيقه. ربنا يخليك يا محمد، اشكرك شكرا جزيلا. النجم الكبير كابتن محمد سمير بشكره طبعا على تواجده معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ايضا المدير الفني الكبير والقدير كابتن خالد عيد في حوار خاص جدا على شاشه قناه النادي الاهلي في البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. نطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن خالد عيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفنا في هذه الفقره، النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن خالد عيد. ازيك كابتن خالد؟ كابتن اسلام تحياتي ليك، وربنا يخليك، وانا فخر مبسوط جدا ان انا معاك النهارده. شرف لينا كابتن، ربنا يخليك، ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني لسه كنا بنتكلم انا وحضرتك، عملت موسم رائع الحقيقه مع غزل المحله، ما كناش متخيلين ان ممكن المحله هيقعد سنه كمان في الدوري الممتاز، واعتقد ان انت اديت ما هو مطلوب منك يعني. والله الحمد لله، يعني احنا طبعا الفضل يرجع للمنظومه كلها، من اول الاداره لغايه اللعيبه والناس الاستاف، الجهاز الفني الاداري والطبي، مجموعه كلها كويسه يعني. جبنا لعيبه صغيره معظمهم كان من الدرجه الثانيه، وتحدينا بيهم ان احنا نصعد بيهم، وصعدنا الحمد لله، وقلت لهم احنا نصعد ان شاء الله، معظم اللعيبه دي هتكمل، مش ما عملتش يعني، لا لا اعتمدنا عليهم يعني، وكانوا رجاله فعلا، وكانوا على قد المسؤوليه، وعملوا الموسم اللي هو اللي فات دوت، عملوا موسم كبير جدا برغم صعوبه الدوري، كانت الدوري السنه اللي فاتت كان صعب جدا يعني. فتحيه لهم كلهم، للعيبه كلهم، كانوا لعيبه رجاله بصراحه يعني. الفترة دي يا كابتن كانت فترة صعبة جدا، لان انت حضرتك لم تستعين تقريبا بعدد قليل جدا من اللي كانوا بيلعبوا في الدوري الممتاز، فاعتقد ان تجربة ونجحت جدا. ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ لا هي بس ممكن بدأنا الدوري كويس جدا، و يعني خلصنا الدور الاول كنا في مركز كويس، الدور الثاني ممكن يكون الاداء او النتائج اختلفت شوية. اللعيبه برضه قله الخبرات، ان احنا ما كانش عندنا لعيبه كبيره تقدر تتحمل ضغط الماتشات اللي هو كل 3 ايام ماتش، غيابات كتير حصلت في الفرقه، اصابات وكده ممكن تكون اثرت على اداء الفرقه، لان طبعا انت زي ما قلت لك انت ما عندكش نجوم، اللعيبه كلها بيلعبوا بسيستم واحد يعني، عملت نجوم بالظبط. فاللعيبه ديت انا شايف ان هم عملوا انجاز ما حصلش، ان انت تجازف وتلعب باللعيبه دي بعد الصعود من الدرجه الثانيه، كان مجازفه، وكان كنت انا على حق ان هم اللعيبه ديت لعيبه كويسه وتقدر تكمل وتقدر تلعب في الدوري. الدوري الممتاز انا شايف ان هو ممكن يكون اسهل من الدرجه الثانيه. فعلا؟ طبعا طبعا الدرجه الثانيه صعبه جدا يعني، الدوري الممتاز اسهل يعني، وبدليل ان انت قعدت في الدوري مع فرق كبيره، لا حققت نتائج كويسه، الحاجات دي كلها تتحسب للعيبه برضه. حققت نتائج كويسه مع اهلي وزمالك وبيراميدز واسماعيلي سموحه وانبي وطلاع الجيش، يعني عملنا نتائج كويسه جدا. سيراميكا يعني الماتش الاخير اللي احنا تعادلناه في ملعب سيراميكا ده، كنا كسبانين لغايه الدقيقه 95 يعني، ضربه جزاء اتحسبت، وفي ماتشات كتيره احنا تعادلناها او وخسرناها ما نخسرهاش يعني. طب كابتن الفترة دي كانت فترة جيدة جدا، آخر الموسم الكل توقع إن حضرتك هتكمل والدنيا ماشية، وخالد عيد ده نجم يعني كل حاجة حلوة. هو في اختلافات يعني في وجهة النظر، بس يعني احنا أنا عادي يعني بنهاية الماتش خلص كان انتهى. انتهى. موضوع التجديد والحاجات دي والكلام ده، أنا كنت يعني مأجل الحاجات دي كلها لبعد انتهاء الدوري يعني. اوكي. ما عجبهمش الكلام بتاعي يعني، لا لا، فبدأوا يتفاوضوا مع مدربين وكده. ده طبيعي يعني؟ أنت شايف إن ده طبيعي مفيش مشكلة؟ طبيعي عادي جدا يعني. بس ده اللي حصل يعني، وبعدين
فوجئت ان الكابتن مختار كان جاي، وبعد كده الكابتن مختار ما كملش ومشى، وجه الكابتن محمد عودة هو اللي موجود دلوقتي في على راس الجهاز الفني. يعني المحله فريق كبير وفريق جماهيري وله ظهير جماهيري كبير جدا طبعا. المحله من اكبر واعرق الفرق في الدوري. شايف مستقبله ازاي بقى في الموسم اللي جاي، خصوصا في ظل ان اللي انا عرفته ان مجموعه كبيره من اللعيبه اللي كانت موجوده مشيت كمان. تمام، انا بتكلم برضو حتى اللعيبه اللي مشت، يعني كانت في لعيبه يعني تستاهل تقعد يعني، وفي برضو ده وجهات نظر برضو يعني. طبعا الحاجه الثانيه ان انا طبعا انا بعيد دلوقتي شويه عن النادي، يعني انا لما بمشي خلاص يعني بتبعد. ببعد. ف طبعا انا بتمنى طبعا نادي المحله كل التوفيق، يعني طبعا نادينا وهو اللي عملنا وعمل اسمنا وكده بغض النظر عن الاشخاص يعني، لكن انا طبعا احنا كلنا مساندين كابتن محمد عودة، ربنا يوفقه الفتره اللي جايه ان شاء الله. مهمه صعبه جدا، وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله فيها ويحققوا ويبقى مكملين في الدوري ان شاء الله. طبعا زي ما انت قلت كده المحله نادي كبير له جماهير كثيره، له شعبيه كبيره جدا بين الفرق في الدوري. اتمنى طبعا ان شاء الله يكونوا في مركز كويس ان شاء الله السنه دي باذن الله. في مباراه الاهلي تحديدا كان هناك اخطاء تحكيميه واضحه جدا ضد النادي الاهلي، لو تفتكر الماتش ده 1-0. أيوة. المحله كسب 1-0. دي كانت يعني فتره صعبه جدا على النادي الاهلي. كنت دايما بتشوف الموضوع ده ازاي، بدليل ان انت في بعض كلامك يعني او من خلال كلام حضرتك قلت ان هناك بعض الامور اللي حصلت زي مثلا ضربه الجزاء اللي بتحتسب في اواخر المباراه ضد فريق المحله، هل شايف التحكيم المصري في مشكله؟ لا بص، هو التحكيم عامه يعني ما بحبش اتكلم عن التحكيم يعني، بس هم في كان في برضو احنا اتظلمنا كتير. ايوه يعني انا من اكتر الفرق اللي اتحسب عليها ضربه جزاء، حوالي اكتر من 10 ضربات. انا سمعت لحضرتك تصريح كده قلته. لا بس في ما قلتش، لا الموضوع ضربه الجزاء اللي كانت بتاعت الاهلي وكده، لما قالوا ان في ضربه جزاء للاهلي كان الكابتن محمد معروف الحكم، لا كانت هي اتاولت غير كده يعني. قلت ممكن انا من بره ما اشوفهاش يعني، انا بره الملعب ضربه جزاء هي واضحه محمد هاني. انا يعني انا ما قلتش برضه ضربه جزاء صريحه يعني، انا قلت ايه ممكن تتحسب وممكن ما تتحسبش يعني، في حاجات من دي كتير بتحصل يعني، لكن انا كضربه جزاء وانا شايفها ما شفتهاش من بعيد يعني. لكن انت واقف في الناحيه الثانيه. لان احنا كنا الجهه الثانيه، هو كانت في نص ملعب اللي كان فيه المحله كان بيلعب دكه النادي الاهلي يعني. ف اتاولت اللي انا بقول في ضربه جزاء للاهلي وكان، لكن انا ما عمري هقول كده يعني. لا طبعا هو في مدير فني حتى لو راجل جزاء، لكن انا بقول لك انا عانيت السنه دي من في ماتشات كتير اتظلمت فيها، فانا مش شايف ان احنا برضو ما كناش نستاهل ان احنا يتحسب علينا ضربات الجزاء دي كلها يعني. انا في ماتش الانبي ضربه جزاء مش عارف اتحسبت عليا واحنا كسبانين 1-0. ماتش سيراميكا ضربه جزاء في ضربه جزاء جت في ايد اللاعب بتاعنا غصب عنه انا يعني، بس طبعا دلوقتي القانون ما فيش في خلاص انت بتنفذ القانون وخلاص. طبعا طبعا الحكام طبعا يعني برضو الواحد يعني هم خط احمر يعني، الواحد يعني الواحد حتى ما كان بيجي يعترض عمر بس ما اعترضت بشكل مثلا يبقى في مشكله. لا حضرتك من المديرين الفنيين المحترمين الحمد لله. فبيبقى الامور على الفرقتين يعني. طب لو انت معاك الفار دلوقتي وشايف الكره دي هتقول ايه؟ طب شوفها كده على بص. لا هي واضحه يعني يا كابتن خالد، مش انت ممكن فعلا وانت واقف في الملعب هتبقى صعبه بعيده. بص انا واقف هناك اهو شوف. ايوه انا شايفك الناحيه الثانيه صعبه. وفي واحد بص وفي واحد واقف قدامك حتى. والله انا بصراحه يعني مش يعني بقول ممكن حكام تحسبها وممكن حكم ما هو الحكم ما هو الحكم متهيألي مش رجع للفار في الكوره دي. لا بس هو لا لاعب كمل اللعب عادي. اصل دي كانت مؤثره في نتيجه المباراه يعني، المباراه كانت لسه 0-0 لسه ساعتها. بس انا عايز اقول حاجه بس اتفضل. احنا في الماتش ده كنا كويسين قوي في الماتش. لا ما حدش بينكر يعني احنا برضه عشان ايه يعني ما نقولش ان الاهلي كان، لا احنا كنا ممكن نجيب كمان في الاهلي جوان. ايوه الاهلي كان من اسوء الماتشات اللي لعبها. متفقين مع حضرتك في هذا الموضوع. بس انا لكن موضوع ضربه الجزاء ده انا برضه ما اقدرش احكم فيها. ما تقدرش تحكم فيها طبعا يعني. طبعا لا يكون في عون بقى الحكام لو على هذا الكلام، لانه فار اهو بقى لنا كتير. انا برضه مش هقدر اقول لك برضه اللي هي ضربه جزاء برضه يا اسلام. لان طبعا انا كسبان الماتش ما اقدرش اقول لك ضربه جزاء. طيب لا احنا بنقول ان هي ضربه جزاء، وهو ده اللي يهم جمهور النادي الاهلي الحقيقه،
لانه في الاخر انت كسبت الاهلي. اكيد طبعا. يعني في الاخر انت كسبت الاهلي وكسبت الزمالك. اكيد الحمد لله. واعتقد تعادلت مع بيراميدز. بيراميدز اه. وتعادلت مع الاسماعيلي. والاسماعيلي. اه. و... نتائج قوية يعني. كسبنا انبي، كسبنا الجيش. اه. كسبنا الانتاج، كسبنا الدجلة. تعادلنا مع الاتحاد. في ملعبه عندنا. آه. انا عملنا نتائج الحمد لله كويسه يعني. نتائج كويسه جدا يعني. يعني انت راضي عن الفتره اللي حضرتك كنت موجود فيها؟ الحمد لله طبعا. السنه طبعاً اللي كنت موجود فيها طبعا اكيد. طيب خلينا ننتقل لملف اخر وهو ملف منتخبنا الوطني. بكره ان شاء الله في مباراه ضد ليبيريا في اطار الاستعداد طبعا لمباراه كاس العالم، تصفيات كاس العالم لمباراتي ليبيا. اولا ايه راي حضرتك في اختيار كارلوس كيروش كمدير فني مع مجموعه المجموعه اللي موجوده معاه؟ اول حاجه طبعا انا يعني انا طبعا كنت نفسي حسام البدري يكمل يعني. والله اه طبعا. اول حاجه الراجل يعني ما عملش حاجه يعني ان هو يمشي يعني، بالعكس انت لو جيت بالارقام وكده ماشي كويس جدا يعني، راجل مصعدك ام افريقيا مش كده؟ ايوه. وماشي كويس في المجموعه بتاعه يعني بالظبط. فالنهارده عشان امشي مدرب يبقى في حاجه يعني عشان امشيه، يبقى نتائج سيئه معلش يعني، ما تقوليش الاداء. ما تقوليش الاداء. انا النهارده مش هتحاسب على الاداء، انت حاطط له حاجات ان هو يصعد كاس عالم ويصعد ام افريقيا، هو كان ماشي كويس جدا في الفتره دي. الحاجه الثانيه خلاص انت حسام بدري مشى، في جه كارلوس كيروش. كيروش جه مسك، يبقى احنا بنقول احنا منتخبنا وبلدنا احنا في كل حد، احنا اهم حاجه المدرب اللي يكون جاي على قد المسؤوليه. وانا شايف اللي هو برده مدرب مش وحش، السي في بتاعه كويس يعني، السي في بتاعه قوي طبعا جدا. فاتمنى له طبعا ان هو ربنا يكرمه في الفتره الجايه ديت ويحقق طبعا كل طموحات الجماهير المصريه. تصريحاته ان هو من اوائل التصريحات اللي قالها ان هو فتح الباب لكل الناس اللي موجوده في الدوري، هل ممكن يحصل ده ولا انت شايف ان هو برده هيبقى العدد مقصور على عدد معين من اللاعبين؟ انا اتمنى طبعا هو يقول الكلام ده ويبقى كلامه صح يعني. يعني طبعا انا شايف ان برده من وجهه نظري يعني ان في لعيبه كتير بتتظلم ما بتروحش منتخب وهي تستاهل تروح منتخب. في لعيبه كويسه جدا يعني. الفتره اللي فاتت برده كانت في لعيبه ما انضمتش، انضمت الفتره دي. وكانت لازم تبقى موجوده في المنتخب. اول حاجه بص يا اسلام، احنا منتخبنا معلش يعني انا كنت صريح معاك يعني. لا جدا. انا المنتخب تحس ان احنا بالنسبه للمنتخبات العربيه زي الجزائر والكلام ده، احنا منتخبنا مش اللي هو بالقوه اللي انا بشوف بقى منتخب الجزائر، منتخب تونس، المغرب. لا احنا 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 عندنا لعيبه كويسه جدا. وبالذات كمان معلش احنا حتى الاختيارات، انا معظم لعبتنا يعني مع حاجات كده يعني صغيرين جدا. اجسام صغيره، اجسام قليله جدا يعني. ممكن يكون عندنا المهاره بس برضو المهاره مع القوه الجسمانيه والكلام ده. طب العيب فين يا كابتن؟ ما هو هنقعد نتكلم في هذا الكلام، ممكن نقعد نتكلم فيه كتير جدا كتير طبعا، لكن في الاخر انتقاء اللاعب لازم انت قبل ما بتجيبه والكلام ده لازم تكون يعني في عناصر مثلا ايه زي انا بقول لك ايه يعني لعيبه كانت بره المنتخب وما خدتش فرص ولعيبه برضه زي ما بقول لك اقويه واجسام زي حسام حسن اللي هو راس حربه النادي الاهلي دلوقتي. حسام كان لازم يلعب منتخب مصر من فتره. اوكي. في ناصر منسي. ناصر منسي جيش فرقه كويسه جدا. محمد شريف، الناس، مصطفى محمد، انت عندك حاجات هي تقدر تشتغل عليها. تشتغل عليها. عندك مثلا رمضان صبحي، عندك محمد السيد اللي هو زيزو، احمد السيد، احمد زيزو، يعني لعيب كويس جدا برضو كقوه جسمانيه. عندك عناصر كويسه جدا. انت ما اعرفش انت ساعات بتروح تختار حاجات كده يعني حضرتك من وجهه نظرك كانت الاختيارات السابقه هي ليها دور في شكل واداء المنتخب السيء؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا طبعا. ده اكيد يعني. لكن انت عندك يعني ممكن عنصر المهاره اللي عندك زي في اللعيبه المصريه مش اللعيبه زي بتوع زمان زي بركات وابو تريكه احنا ما كان عندنا منتخب زي الاسامي ديت، كان عندنا منتخب قوي، كان عندنا منتخب معظم اللعيبه اللي كانت بتلعب اجسام قويه ومهارين كويسين جدا. فكان عندك شكل المنتخب، قعدت كام سنه انت مسيطر على البطولات الافريقيه وبشكل اداء قوي جدا يعني. احنا هات لي بقى الفتره اللي فاتت دي كلها احنا ما عندناش. من 2010 تقريبا لغايه دلوقتي الدنيا الكيرف نازل بغض النظر عن الفتره بتاعت كوبر يعني بالظبط. اه لكن احنا ما عندناش العناصر القويه اللي هي تقدر
تبقى فيه التحامات في الماتشات وتأدي بصوره كويسه قدام الفرق الكبيره. هل دي مشكله في البناء نفسه ولا في اللاعبين، في بناء الاجيال في المنتخب، تجديد دماء، نزول بمعدل اعمار، تواصل اجيال؟ ما هي دي مكمله، كلها مكمله لبعض. يعني يعني انت معلش النهارده الجيل اللي هو كان مع الكابتن حسن شحاته، الجيل بتاعكم بتاع بطل بتاع بركات، كان لازم يبقى فيه تواصل. انا يعني انا كان في رايي المنتخب الاولمبي ده كان اقرب الناس، اللعيبه دي كانت اقرب ناس ان هي تنضم للمنتخب، لان اسماء المنتخب في موجوده في المنتخب الاولمبي اسماء كلها كبيره وقويه وكانت بتلعب كلها دوري ممتاز، وكان منتخب بصراحه حاجه تشرف بصراحه. البطوله الامم الافريقيه اللي خدوها، الماتشات اللي هي كانت في دوره الالعاب الاولمبيه، لعيبه كويسه جدا كانت ممكن تكمل بيهم. وكان ممكن، ما هو انت بتعمل منتخب اولمبي ليه؟ مش تدعيم للمنتخب الكبير؟ طبعا بتعمل منتخب الناشئين عشان يدعم المنتخب الاولمبي ويبقى فيه تسلسل في. طب ايه رايك في اختيار كابتن شوقي غريب او اعاده اختيار كابتن شوقي غريب مره اخرى؟ ما هو لو بنفس المنطق اللي حضرتك بتتكلم بيه اللي هو كابتن حسام يعني كل ارقامه جيده، لا كابتن شوقي برده كل ارقامه جيده جدا، بمعنى ان هو خد بطوله الالعاب مطلوب منك ان تاخد بطوله الالعاب الافريقيه، خدت بطوله الالعاب الافريقيه، مطلوب منك ان انت توصل الاولمبياد، وصلت الاولمبياد. وكانوا كابتن شوقي انا سمعته امبارح او اول امبارح بيقول ان كانوا يعني حاجزين لنا ان احنا نرجع بعد الدور الاول، وصلت لدور الثمانيه، وبالتالي نفذ ما هو مطلوب منه. طب ما يكمل، في تسرع في القرارات. يعني انت النهارده لما تقول مثلا بعد دوره الالعاب الاولمبيه وتيجي تروح تقول انا شوقي غريب احنا اقرناه وبعدين بتجيبه تاني، ما انت كده بتهيج عليه الراي العام يعني. طب انت اقلته ليه؟ قال لك اقلته عشان الكابتن كان بياخد مبلغ فاتفقت معاه على نص المبلغ. والله بجد على فكره ده كلام قال الكلام ده كلام يعني مش كلام والله اتقال بجد، تصريح من الكابتن احمد مجاهد، مش كلام وخلاص يعني، برضه مش كلام كوره يعني. انت بتتكلم النهارده هادي، انت المدرب انت مقعده عشان الماديات ولا انت عشان هو كفاءه في التدريب؟ ما هو قال بقى بعد كده ان الكابتن شوقي حقق ما هو مطلوب منه، وبالتالي فنجاده لما جه يختار اختاره هو. طب انت ايه اللي مش ليه مشيت ليه؟ بس انت عملت له مشكله، خليت الناس كلها بتهاجم في شوقي غريب دلوقتي، وهو ممكن ما يكونش له ذنب في اي حاجه. لا هو ملوش ذنب كابتن شوقي. وبعدين معلش يعني المنتخب النهارده الاولمبي او اي منتخب، او زي ما قلت لك كابتن حسام بدر في الاول، انت النهارده اما استبعدته ايه يعني؟ انت دلوقتي بعته ليه؟ يعني انت بعته ليه؟ هل هو نتائجه مش كويسه؟ لا نتائجه كويسه بس، لكن انت استثناء مباراه الجابون التعادل. هو المشكله كلها في ان الكابتن حسام الناس طلعت عليه كلام، وان الكابتن حسام مش عارف ايه، والكابتن حسام مش مقبول. الكابتن يا جماعه احنا ده شغل كوره يعني. مش انت النهارده معلش النهارده اما اجي ماشي عشان ماشي شوقي غريب النهارده وبعدين ارجع اجيبه بعد شهر، مش كده؟ لا تقريبا شهر. طب انت مشيته ليه؟ طب ما انت كنت خليته يعني ما فيش حد في الدنيا بيعمل كده في العالم كله. النهارده المدرب عشان يعمل منتخب كويس لازم تعمل له 3 4 سنين يبقى باستمراريه. يعني حضرتك بتشوف ان القرارات توقيتها بس هو اللي عمل كده؟ طبعا المدربين بس في الدول العربيه اللي بيعملوا ايه تعاقد سنه بتاع الكلام ده مع المدرب، لكن لو جيت بصيت بقى على في اوروبا والكلام ده تلاقي المدرب يتعاقد كام سنه. ما بيحسبوش بقى بالقطعه. النهارده انت خسرت النهارده، كان مشوا مدربين البرازيل لما خسروا كاس العالم 7 ومشوا المدرب بتاع برشلونه لما خسر برده 8 مش عارف من بايرن ميونخ. لا انت بتدي المدرب فرصه ان هو يبقى متعاقد معاك، يبقى حتى عنده اطمئنان في شغله، قاعد مرتاح يقدر يشتغل يقدر يطلع اللي عنده. لكن انت النهارده انا النهارده عامل عقد معايا سنه، انا عارف قاعد ولا مش قاعد. انت ممكن تمشيني في نص الموسم، ممكن تمشيني بعد، لكن لو انت بتديله مجال او براح في الوقت بتاعه هتاخد منه كتير يعني. يعني حضرتك مع التجربه الالمانيه، الالمان كده، الالمان لما تيجي تبص على عدد المدربين في حياتهم كلها او منذ ان بدات لعبه كره القدم لغايه دلوقتي في المنتخبات تلاقيها قليله جدا. بس انا شايف ان المدرب اللي هو اللي كان موجود في لوف كان قعد فتره كبيره جدا، قعد 12 سنه على ما اتذكر، يعني 11 سنه. هل الناس ديت مثلا احنا هم يعني عندهم كوره احنا ما عندناش كوره؟ ما الناس دي برضو بتفهم يعني، الناس عامله سيستم لمنتخبها اللي هم يبقى في مدرب لا. وبعدين يا كابتن انت عارف لوف ده تحديدا الاتحاد الالماني اعلن
قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة إن هو هتبقى آخر بطولة أمم أوروبية ليه. تمام. تخيل. آه. وهيكون موجود المدير الفني الآخر فلان الفلاني هيبقى موجود هو المدير الفني. في نظام يعني. وهو راجل كمل وعادي والدنيا مشيت. والدنيا ماشية كويس وكلام ويمشي بشياكة وكل حاجة، لكن ضرر معلش ما تهنش المدرب بتاعك وتمشيه بشكل وحش، كتب عليه في الجرايد يتكلم عليه وده يطلع يقطع وده يطلع يخبط. فحضرتك مش راضي على القرارات اللي تم اتخاذها من اتحاد كرة القدم بالنسبة للكابتن حسين؟ لا طبعا. معلش يعني النهارده معلش لو 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 كروش ما وافقش ما دي ما دي طيب هكمل لان دي نقطه مهمه جدا، هكمل مع كابتن خالد عيد، ولكن خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل مع كابتن خالد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خالد، كنا بنتكلم عن يعني هيلعب ازاي كارلوس كروش في مباراه ليبيا، ليبيريا مباراه حبيه مباراه وديه، هيشوف معظم اللاعبين اللي موجودين، ولكن هل هتقدر تقول عليه مدرب كويس او مش مدرب كويس بعد مباراتي ليبيا او بعد نتيجه مباراتي ليبيا؟ وبرده عشان ما نحكمش عليه برده يعني هو لسه ما حطش ايده على الفرقه يعني. واكيد طبعا هو يعني المدربين اللي معاه طبعا كابتن ضياء والمساعدين بتوعه اكيد طبعا ما يبقى لهم وجهه نظر اكتر منه في حضرتك عارف المدربين الفنيين الاجانب ما بيسمعش غير دماغه، بس هو انت النهارده غصب عنه لازم يسمع لان طبعا هو لسه جاي ما يعرفش برضه العناصر، او ممكن من خلال الماتش الودي دوت ممكن يحط ايده على حاجات. سؤال قلت لي ماتش ولا ماتشين كانت تفرق؟ طبعا. بمعنى لو ماتشين قبل ماتش ليبيا كان نقدر يبص على اللعيبه كويس جدا فيهم يعني. لكن هو برضو من خلال الماتشات اللي هي الاخيره بتاعه الدوري مش كده، او هو جه الكاس هو سموحه وبيراميدز والاهلي يعني يعني برضو الرؤيه عنده كانت يعني ضيقه شويه يعني لو موجود قبل كده او في قرار قبل كده كان زمانه عنده رؤيه اوسع من كده يعني. لكن انا شايف ان هو الفتره الجايه ديت المدربين اللي معاه هم اللي ممكن يعني يوضحوا له الصوره شويه احسن من كده. رايك في السكواد اللي خده او الاسماء اللي خدها؟ يعني هي تقريبا نفس الاسماء اللي خدها كابتن حسام باستثناء اربع خمس اسماء. في عناصر كويسه جدا برضو يعني مثلا انضمام مهند لاشين احمد سمير من تاني في لعيبه انضمت تستاهل بصراحه اضافات كويسه جدا يعني. والله حضرتك متفائل خير بيهم جدا يعني. جدا احنا ده اللي انا كنت بتكلم فيه نقطه القوه في الاداء والكلام ده، محتاجين يعني محتاجين عناصر زي كده. عندك احمد سمير لعيب كويس جدا عامل موسم هايل، مهند لاشين نفس الكلام من ديفندرات الكويسه جدا وبتاع لعيب كوره وقوي في وسط الملعب يعني عندك تقدر يعني هو انا شايف ان الاختيارات ديت الله اعلم بقى هو اللي مختارها ولا مساعدين اللي معاه، بس اختيارات كويسه. هو ممكن يكون هو لان هو مختار الاثنين من طلائع الجيش وهو اتفرج على مباراه الاهلي وطلائع الجيش ممكن. فبالتالي هو وطبعا بمساعده الكابتن ضياء والكابتن شوقي والكابتن عصام والكابتن وائل، لان هم زي ما حضرتك قلت هم اللي لهم الدور الاكبر في أكيد. في أكيد. في هذه الظروف. برضو بعد مباراه بكره يلعب ويشوف الناس وكل حاجه، هيفكر ازاي في مباراتي ليبيا؟ انت مباراتي ليبيا دول يا كابتن انت حطيت نفسك في وقت صعب جدا او وضع صعب جدا في المجموعه. بص ان شاء الله يعني طبعا كل التمنيات للمنتخب ان شاء الله يعدي المرحله دي. مكسب ليبيا الماتش الاخير بتاع انجولا ده برضه ادالهم دفع جامد جدا يعني. الماتش مش هيبقى سهل سواء اللي في ملعبك او اللي بره ملعبك، فانا شايف ان احنا برضه كمان انت الاولاني في ملعبك والتاني بره. لا ان شاء الله احنا باذن الله احنا منتخبنا قادر ان شاء الله يعدي المرحله دي باذن الله يعني. احنا برضو احنا ممكن كانت كابوه كده، انا شايف ان ممكن الفتره اللي جايه ديت ان شاء الله نعديها باذن الله. طيب بكره بقى يلعب ازاي؟ لازم يلعب ال 20 وال 25 اللي واخدهم، ولا حضرتك شايف ان هو يركز على مجموعه معينه اللي هيعرف يختار منها؟ بس هو اكيد طبعا هو في الايام دي كان في معسكر وعارف اللعيبه وبيبص طبعا، واكيد في تقسيمات اتعملت وشايف اللعيبه وكده، لازم هيبص على الناس اللي هو ممكن يركز عليهم هيشتغل عليهم اللي لفت نظره وفي نفس الوقت ممكن يبقى في تغييرات ما حدش عارف يعني. وانا شايف ان دي مش عيب يعني حتى لو في لعيبه كانت بتلعب ولعيبه بالليه الجديده دخلت لا ما ده طبيعي، ما ده اسمه منتخب مصر مش منتخب انا يعني. انا شايف ان ديت امر طبيعي جدا يعني. طيب من وجهه نظرك مين اللي حضرتك حاطه في دماغك بما انك اتفرجت على الدوري او يعني لعبت كل فرق الدوري، مين اللي مظلوم في عدم انضمامه للمنتخب؟
والله بص يعني في لعيبه كتير يعني انا انا شايف ان في لعيبه يعني تقدر يعني او يتعامل ممكن زي زمان كده ما كانوا بيعملوا صف ثاني للمنتخب. وعند انا زي ما انا قلت لك هو فريق الامل بالظبط. انا قلت لك المنتخب الاولمبي ده كان فيه عناصر تقدر تدعم بيها كويس جدا. والدليل برضو اللي انت لو بصيت على المنتخب الكبير دلوقتي النهارده صلاح محسن موجود، مصطفى محمد موجود، الناس دي كلها كان برضو ما هم دلوقتي كان اللعيبه دي كانت تابع المنتخب الاولمبي وانضموا للمنتخب الكبير. انا شايف ان برضو في عناصر ما انضمتش السنه دي كانت ممكن تروح المنتخب في الفتره اللي فاتت دي. حتى انا برضو في لعيب برضو رجب بكار الباك رايت بتاع سيراميكا اللي كان بيلعب سيراميكا لعيب كويس جدا. باك رايت وانت محتاج المركز ده كمان. يعني احنا النهارده احنا بنلعب اكرم توفيق باك رايت في المكان ده ساعات في المنتخب هو ناجح طبعا فيه، بس انا برضو بتكلم ايه في لعيبه كتير في الـ في الـ في الـ مثلا زي رجب بكار اتظلم اللي هو برضو ما راحش المنتخب. يعني من اللعيبه برضو اللي اتظلمت اللي ما راحش المنتخب. رجب بكار من اللعيبه الكويسه جدا، واحنا عندنا او يعني محتاجين نلعب في الباك رايت او حد يلعب في الباك رايت خلال الفتره اللي جايه كمان، لانه احنا يعني دلوقتي بيتم اختيار مثلا اكرم توفيق وهو مش مكانه. تمام، ما عشان كده بقول مثلا رجب المكان ده بتاعه وعنده ميزه كويسه قوي، بيعرف يهاجم كويس قوي، بيعرف يدافع وهو برده من اللعيبه المميزين جدا في المكان ده. احنا ما عندناش، احنا بنعاني بقالنا فتره في الباك رايت والباك ليفت. احنا كان برضو يعني معلش يعني احنا الفتره فاتت يعني كم باك ليفت جربناه في المكان ده. هو اختار كريم حافظ يعني على ما اعتقد ممكن يلعب كريم حافظ بعيد برضو يعني ما الفتره اللي فاتت ما كانش بينضم للمنتخب. لا ما كانش بينضم للمنتخب. انت ضمنت احمد فتوح. احمد فتوح وعبد الشافي واستبعدت مصاب وجاب محمد حمدي. محمد حمدي لعيب كويس جدا برضو. فالحته دي عندنا فيها نقص والباك رايت عندنا فيها نقص كتير يعني. فانا شايف ان برضو ان انت النهارده ما تبص برضو يعني او المدربين المصريين يتكلموا على مثلا اللاعب دوت رجب بكار يبص عليه. بكار كويس جدا وبيقدر عنده ملكه كويسه جدا يقدر بيروح ويبص وبيعمل اوفر كويس ومهاري كويس جدا وفي نفس الوقت هو بيدافع كويس كمان. مش لعيب يعني عنده نواقص في اي حاجه يعني. وجهه نظرك في المنتخب بقى خلال الفتره اللي جايه، هل يستطيع المنتخب عبور ليبيا والوصول الى الدور النهائي في شهر 3 القادم ولا هتبقى الماتش مع عقرب؟ هو هي احنا قادرين ان شاء الله باذن الله قادرين احنا نوصل، بس الماتشات صعبه يعني. برضه بقول لك ليبيا النهارده عندها حافز اكبر منك دلوقتي 6 4 6 نقاط و4 نقاط. النهارده معلش يعني النهارده اي يقول لك لو انا عمل نتيجه ايجابيه معاك هنا في خلص الموضوع. يعني خد بالك، لكن انت لازم عشان يبقى عندك الامل هتكسب ان شاء الله، تكسبوا هنا ان شاء الله ولازم تكسبوا في ملعبه باذن الله. ما عشان تعوض فرق طبعًا النقطتين طبعًا لان طبعًا هو عنده 6 نقاط طبعًا وانت عندك 4 نقاط. طبعًا. الطريقه بقى اللي يلعب بيها كارلوس كيروش ازاي يا كابتن؟ لانه في العادي في الطبيعي بتاعه بيلعب 4 3 3 وهي طريقه اقرب يعني احنا بنعتبرها، وما اعرفش حضرتك صحح لي، بنعتبرها اقرب للناحيه الدفاعيه اكتر منها للناحيه الهجوميه 4 3 3. ما هو حسب لعيبه وسط الملعب برضه. يعني النهارده لعيبه وسط الملعب هيلعب بواحد ارتكاز ولا هيلعب بيبقى الثلاثة قريبين من بعض يعني. أنا أقول لك على حاجة. يعني أنا الفترة اللي جاية يعني أنا وجهة نظري يعني أنا شايف إن واحد ارتكاز بس وسط الملعب. واحد بس. بس. أربعة قدامهم واحد. طبعًا. يعني أربعة واحد أربعة واحد. ممكن تلعب كده. لأنك أنت عندك عناصر في الحتة الهجومية ديت ممكن تكسر أي حد. طب والدفاعية؟ والدفاعيه ما انت عندك الاربعه اللي ورا والراجل ارتكاز خمسه برضه بيدافعوا كويس جدا يعني. يعني انت تقصد خمسه يدافعوا وخمسه يهاجموا؟ مش بالطريقه يعني. لا بتكلم على ايه العناصر اللي بتاعت وسط الملعب. اما احط مثلا لعيب وسط ملعب ارتكاز واحط اتنين جنبه يكونوا اقوياء لعيبه كويسه يعني عندهم المهاره وعندهم القوه بيدافع كويس وبيهاجم كويس بالظبط كده. عندك مش ما تقول عندك عندك زيزو عندك قفشه عندك مصطفى فتحي عندك ناس تلعب من جوه كويس قوي. مصطفى فتحي برضو طبعا. طبعا. وعندك ناس تلعب على الاطراف كويسه جدا. يعني عندك مثلا تقدر تلعب صلاح. محمد صلاح لو من ناحيه اليمين عندك رمضان صبحي عندك محمد شريف او مصطفى محمد عندك. البعض كان طالب ان مصطفى هو اللي يلعب قدامه وشريف يلعب من الجنب من الجنب. انت لازم فتره الماتشات لازم تجازف. ما عندكش غير كده في ماتشات ليبيا. ماتش ليبيا ده الماتشين لازم تجازف لازم تهاجم عشان تكسب. يعني انت هتبكي على ايه؟
انت الماتشين سواء اللي في مصر او في ليبيا لازم تلعب على مكسب لازم، عشان كده يبقى انت لازم تحط العناصر اللي هي تعرف تهاجم كويس قوي، وفي ناس برضه تعرف تدافع كويس. البعض بينتقد اداء محمد صلاح مع كابتن حسام البدري، ايه رايك من ناحيه اداء جوه الملعب؟ لا يعني ممكن معلش يعني الفتره اللي فاتت ديت ممكن برضه يعني صلاح لو بصيت في المجمل اللعيبه اللي بتلعب مفيش حد اللي بيعرف يلعب يوصل محمد صلاح، اللي انا بقول عشان بقول لك ايه لازم الناس اللي تكون بتلعب وسط الملعب يكون لعيب كوره. بدايات صلاح كان بيقول لك ابو تريكه اللي بيودي صلاح بالظبط، بعد كده عبد الله ابو تريكه وعبد الله السعيد وكان بركات كان كتير يعني بيساعدوه في الملعب، لكن النهارده معلش يعني النهارده مين بيساعد صلاح في الملعب؟ الناس كلها حاطه في محمد صلاح ده هو الساحر اللي ممكن ياخد الكره من الجول لجول يجيبها جول وخلاص، لازم الناس اللي بتلعب تحتيه تساعده شويه يعني في الملعب. انا زي ما قلت لك لو الناس دي لو بس انا طبعا ما اقدرش اقول كده، انا طبعا مش هحط تشكيل يعني، بس انا بقول انا في وجهه نظري ان العناصر دي لازم تلعب ناس بتوع كوره في وسط الملعب، مش كل اللعب بقى ضرب وعنف والكلام ده. زي مين يا كابتن حضرتك يعني ممكن نتكلم وسط الملعب يعني؟ انا زي ما قلت لك انا في وجهه نظري يعني انا عندي ممكن تلعب السوليه مثلا في قلب الملعب، عندك زيزو ممكن يلعب في وسط الملعب ناحيه اليمين او شغل من جوه او شغل من جوه، ممكن عندك قفشه من ناحيه الشمال او مصطفى فتحي، يعني عندك حاجات كتير عندك عناصر تقدر تشتغلها على محمد على رمضان على شريف بالظبط كده، فعندك يعني عندك الناس دي تعرف تجيب اجوان في اي وقت يعني عندك تعرف، وعندك برضو ان هم رمضان بيدافع كويس جدا، صلاح لو طلب منه عنده سرعات يدافع، زيزو يدافع، قفشه بيدافع او مصطفى فتحي بيدافع، قفشه بيدافع فمش شرط ان انت يبقى مثلا ايه بنلعب اثنين ارتكاز او ثلاثه ارتكاز ساعات في الملعب، يعني يجب ان يكون هناك ريسك خلال الفتره اللي جايه طبعا لازم عشان تعدي المرحله دي، المرحله دي محتاجه مش محتاجه ان احنا نقف ندافع ونخسر ابناط والكلام ده. لا بيحل مشكله الباك رايت ازاي؟ باكرم توفيق مثلا، ولا حضرتك شايف انه ممكن يعمل حاجه تاني؟ احمد توفيق هو واخد اكرم توفيق واخد احمد توفيق، هو اكرم توفيق كالتزام يعني ماشي كويس جدا في المكان كويس، بس المشكله برضو في الكوره وهي معانا يعني مثلا محمد صلاح ساعات ممكن يشتغل كتير من جوه، مين اللي يطلع يستلم ويشتغل من بره؟ ما لو حضرتك بقى يعني لعبت بالطريقه اللي حضرتك بتتكلم فيها، ان مثلا لو صلاح دخل لجوه يبقى زيزو هو اللي يطلع من وراه مثلا، ممكن زيزو زمالك ماشي وباك رايت برضه لازم اكيد برضه هيبقى له برضه مهام طبعا برضو. طبعا فمحتاجين برضه ايه المكان ده برضه يكون برضه ايه في حد يعني انا في رايي يعني محمد هاني كان لازم يبقى يكون موجود برضه في بالظبط، انا بصراحه يعني محمد هاني برضه لعيب اولا بيدافع كويس جدا وقوي في نفس الوقت ان هو بيعرف يهاجم كويس، فليه ما يبقاش موجود؟ لا ومكانه ومركزه وحافظه بالظبط، وهو محمد هاني ورجب بكار احسن اثنين في الموسم ده في المكان ده في الباك رايت. طبعا شايفهم حضرتك ان هم أحسن افضل في هذا المكان، احسن اثنين بصراحه طول الموسم يعني طول الموسم طبعًا. بصراحه وهو برضو يعني معلش يعني هاني ممكن يكون اتظلم شويه في الاهلي يعني، لا الاصابه جت الاصل فماشي بس عارف حضرتك سنه الحياه وفي الانديه الكبيره كده، بس هو رجع طبعا رجع كان لازم يلعب اوكي يعني معلش من النهارده معلش الاهلي برضه في الفتره الاخيره يعني كان حته الهجوميه عنده ضعيفه جدا يعني ايوه، فما هو ممكن ده مفتاح لعب برضه يعني يعمل لك اوفر يجول بتاع مع احترامي لاكرم لعيب هايل وديفندر عالمي لو لعب في المكان ده عالمي، بس انت النهارده هاني كان مصاب، ما هو مش هيبقى مصاب طول السنه يعني اكيد يعني لازم كان يرجع وياخد مكانه تاني. على الجانب الاخر راس حربه، يعني احنا كان عندنا في مسابق مشكله في راس حربه، دلوقتي لا عندك اسماء عندنا تقدر طبعًا. تتكلم فيها مصطفى شريف حسام حسن زي ما قلت لك احمد حسن كوكا صلاح محسن واحمد ياسر، احنا ناسيين برضه احمد ياسر ريان وناسيين كوكا وناسيين ناصر منس، لا احنا عندنا فرقه كويسه جدا جدا، بس انت زي ما قلت لك انت لازم عشان الناس دي تبقى كويسه الناس اللي تحتيها تشتغل كويس عشان تساعد الناس دي، عشان اعرف الناس دي تعرف تجيب جوان، اكيد انا نقعد طول الماتش على كوره متعلقه ولا شلوط باي كلام في الملعب. بس حضرتك مطمن من مركز حراسه المرمى؟ اعتقد ان وجود الشناوي ابو جبل صبحي لا عندنا جوان كويسه
جدا ما شاء الله يعني. الشناوي السنه دي موسم كويس جدا، ابو جبل كان كويس جدا، محمد بسام برضو حارس بسام طبعا صبحي جون له مستقبل كبير جدا. فالفتره جايه ما فيش مشكله في حراسه المرمى بصراحه. لا عندنا 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 جون كويسه، وعندنا يعني ناس اي حد يلعب هيبقى كويس يعني. يعني حضرتك متفائل الفتره اللي جايه للمنتخب؟ ان شاء الله. ان شاء الله يعني كارلوس كيروش قادر. بس انا زي ما قلت لك انا متفائل لو احنا اتخلينا شويه عن الطريقه الخوف شويه، الحته الدفاعيه شويه. انت دايما حتى في طريقه لعبك يعني. لا انا ما بحبش ادافع. ما تحبش تدافع خالص. يعني حتى مع الفرق الكبيره ولا مع مع الفرق طبعا. دايما بتفكر في الهجوم الاول. طبعا. بص يا اسلام النهارده معلش، النهارده لما بهاجم انا بحس ان انا بخف كمان الضغط عن فرقتي. لو انا هفضل ادافع طول الماتش، ما انا مش لو دخل فيها جول خلاص الماتش خلص خلاص. لكن النهارده لازم بيبقى برضو عندك انياب شويه في الملعب. احنا كنا لما بنيجي نلعب الاهلي والزمالك كنا بنقعد نعصب على اللعيبه، ان انت خايف ليه؟ لازم تهاجم ولازم ما تخافش، بتجرأ اللعيبه بتاعك انها تلعب على مكسب وكده. لكن النهارده عشان افضل ادافع وكده ما لما مشكلة. نقول الكابتن خالد عيد بيفكر او بيعتبر مين مثله الاعلى في المدربين في بره مصر؟ والله بص انا بيعجبني جارديولا طريقه لعبه. يعني عشان هجوميه برضه، هجوميه بحته، وفي نفس الوقت عنده استحواذ رهيب في ودي انا اولا انا بكره اللعيب اللي بيرجع كره لورا. ما بحبوش. اللعيب اللي يرجع كره لورا ما بحبوش. انا النهارده معلش يعني ثلاث ارباع لعيبه مصر كلها اول ما بيستلم يروح عامل كده على الجون بتاعه مرجع الكره لورا. يا عم انت بتضغط فرقتك لما تلعب الكره لقدام، ولازم يبقى عندك انتشار في الملعب كويس عشان تعرف تهاجم وتبقى عندك فرصه ان انت تكسب. لكن اللعيب اللي بيرجع الكره ده بيعطل اللعب. وعندنا برده هنا مشكله برده في اللعيب المصري، عشان يبصي لك الكره لازم يتصور الاول، يبص لك ويروح عامل كده ولافف وراجع وفي الاخر يروح مبصي لك. طب ما من الاول. ما انت بتاخد وقت، سرعه القرار، الوقت دوت انت يقفل عليك ملعب. فالنهارده لو تبص تلاقي مثلا مان سيتي تلاقيه بيلعب الباص من لمسه واحده وان تاتش على طول بيلعبوها في وايه، ولاقيين بعض وشايفين بعض وبيلعبوا، ما تعرفش ان ان ده بس بيلعب لعب عشوائي. لا ما فيش الكلام ده. لا بيلعبوا اداء عالي جدا. فجاردون من الناس بصراحه اللي هم نجح مع برشلونه ومع البايرن ومع السيتي. اخيرا يا كابتن، لو تختار واحد او ثلاث لاعبين، افضل ثلاث لاعبين في مصر خلال الموسم السابق. هو بصراحه يعني شايف ان ان ان, إن شريف، محمد شريف. وشايف كان قفشه برضه عامل موسم كويس، واشرف اللي هو اشرف شرقي زمالك. بصراحه لو في المحله بقى، لو اخترت واحد المحله كان في فتح الله، محمد فتح الله اللي هو السردباك. بصراحه عامل موسم هايل بصراحه الموسم اللي فات، وانا كان يعني كنت على امل كبير ان كان ينضم برضه للمنتخب، يعني ياخد فرصه يعني. ولد لعيب كويس وقوي وشجاع جدا في الملعب، وكان عنده فرصه اللي هو ممكن يروح المنتخب يعني فيها. وعبده يحيى اعتقد برضو من الاسماء الجيده. عبده يحيى انا كان نفسي يروح منتخب، هو كان سنه منتخب اولمبي والله. مواليد 99. يعني انا كان نفسي برضو ده من المحله يا كابتن. من اجمل المحله، هو واحمد النادري. الاثنين انضموا منتخب اولمبي بس استبعدوهم في الـ في الـ في الاخر في الاخيره. بس اثنين لعيبه كويسين جدا. طبعا. موجودين لسه في النادي ولا موجودين في النادي؟ لا موجودين في النادي. موجودين في النادي. ومحمد فتح الله موجود. محمد فتح الله موجود. لان كنا سامعين ان هو رايح الزمالك على ما اتذكر او حاجه كده. بص هو كان كلام كله يعني، ممكن في ناس كلمته بس مفيش حاجه رسميه. مفيش حاجه رسميه جت. عموما كابتن خالد هتعمل ايه الفتره اللي جايه؟ يعني هل في عروض؟ هل في حاجه؟ يعني في عروض يعني، بس الواحد ايه قلت برضه اخد راحه شويه كده. محتاج تريح بعد سنه صعبه. لا سنه صعبه جدا. ومن اصعب الدوريات السنه دي. الموسم ده كان صعب جدا يعني. في نفس الوقت يعني ممكن كان جات لي حاجات برضو بره، بس انا مش عارف، ناس بتنصحني بتقول لي ما تبعدش يعني. فانا ان شاء الله كده ناخد فرصه راحه كده، وبعد كده ان شاء الله ربنا يسهل يعني. ربنا يكرمك يا كابتن خالد، حاجه تستاهل كل خير، ويعني بالتوفيق في الفتره القادمه. وانا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. ربنا يخليك حبيبي. ربنا يخليك، شرفت ونورتك. الله يخليك حبيبي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن خالد عيد. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.